السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة نلتقي اليوم وبرنامج بصراحة أكثر. أهلا بكم كثير، برحب بكل اللي بيشاهدونا من داخل السودان وأيضا من خارج السودان. تعودنا عندنا دائما موضوعات في جوانب مختلفة وبنتناولها من الجوانب الاجتماعية والنفسية، لأنه بيكون عندها تأثير مباشر على الفرد وعلى أسرته، بالتأكيد على المجتمع، وأحيانا بتكون هي كظاهرة أو كمشكلة ممكن هي تطفو على السطح، وأحيانا بتكون هي قضية نحن معايشينها في حياتنا اليومية ولكن تأقلمنا معها. فبيكون في كثير من التفسيرات عندها النفسية والاجتماعية اللي بتحتاج للتوضيح. اليوم حنتكلم عن الشخصية وتغييراتها وتحولاتها، أو حتى أنماط الشخصية وطرق التعامل معها. أحيانا بتحصل احتكاكات في العلاقات اللي بتجمع ما بين الأفراد، إذا كانت العلاقة هي قرابة أو جيرة أو إذا كانت هي صداقة. فعدم استيعاب هذه الأنماط الشخصية المختلفة بيؤدي لنوع من الاختلافات، الاحتكاكات، وأحياناً بعض المشاكل. معي ضيوف داخل الاستوديو للتحدث عن الموضوع ده ونتعرف كل شخصية وطريقتها وطريقة التعامل أيضاً معها. سعيدة جدا يكون معي داخل الاستوديو دكتورة أسماء جمعة، صحفية وأخصائي اجتماعي ومرشد نفسي. مرحبا بك، مساء الخير عليك. أهلا وسهلا، أهلا بالمشاهدين، مرحبا بكم. أهلا بك كثير. برحب أيضا معي داخل الاستوديو بروف رشيدة بيل، اختصاص علم النفس. مرحبا بك كثير. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناة الشروق. مرحبا بك بروف. أبدأ معك كتعرف للشخصية. يعني ناس يعني ماخدين الحكاية ببساطة، يعني إنه ما محتاج الحكاية لتفسير وتوضيح وكذا، ولكن مهم إنه نأخذ الجانب العلمي في التعريفات عموما ونشوف تعريف للشخصية. نعم، بدءا بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الشخصية عندها عدد من التعريفات، نختار أبسط تعريف وهو هي عبارة عن مزيج من الأفكار والتصرفات والمشاعر لدى الإنسان، وتظهر في شكل تصرف أو في شكل سلوك ظاهر مشاهد، وبالتالي هي تصبح وصمة أو صفة أو بصمة للشخص. لما نقول فلان طوالي بتظهر شخصيته من خلال هذه المعطيات اللي ذكرناها، ومن خلال الأنماط اللي ذكرناها، إذا كان إنسان عصبي، إذا كان إنسان مزاجي، إذا كان إنسان انفعالي أو عدواني، وبالتالي هذه الأشياء تظهر في شخصية الإنسان. يمكن هنالك العديد من التعريفات، سواء كانت تعريفات اجتماعية أو تعريفات نفسية، لكن ده التعريف اللي ممكن يصلح لأنه نبدأ به هذه الحلقة. نعم، هو كتعريف شامل. خليني كمان في البداية أحيي دكتور معاذ شرفي، له كل التحايا إن شاء الله، وبنمسي عليه بروف الرشيد. مسي عليه. تعريف برضو لتعريف الشخصية دكتورة. والله طبعا هو الشخصية يعني لها تعريفات كثيرة. في تعريف بتاع علم الاجتماع، وتعريف علم النفس، وتعريف الفلسفة، وعدد من التعريفات. لكن زي ما قال بروف الرشيد، التعريف الأساسي إنها هي الميزات والصفات اللي بتميز الناس، يعني وبتدي كل شخص اللي هو شخصيته المميزة أو المعينة. ده التعريف العام والمعروف يعني، والبصف أو بيختصر الوصف بتاع الشخصية. طيب بعد كده بتيجي الاختلافات على حسب ظروف البيئة، المكان، وغيره من المحتويات المختلفة حناخد عنها فكرة. لكن نتكلم بشكل عام عن أنواع الشخصيات دي نفسها، يعني ذكرت نموذج منها الآن. نعم، طبعا هي أنماط عدة ولمدارس، يعني كل مدرسة من المدارس بتصنف أنماط الشخصية لعد منها. منها الشخصية الانفعالية، منها الشخصية العدوانية، منها الشخصية خلينا نقول إنها الشخصية المتسلطة، منها الشخصية اللي بنلقاها إنها عندها وسواس أو شخصية وسواسية، وفي شخصية ممكن تكون شخصية اكتئابية، يعني بيظهر عليها طبعا النمط الاكتئابي أكثر. في شخصية بنلقاها شخصية انبساطية، في شخصية بنلقاها يعني عندها شيء من الجانب الهزلي، في شخصيات بنلقاها، ودي الشخصية المتوازنة، الشخصية الطبيعية المعتدلة. وبالتالي هي كل شخصية من هذه الشخصيات بنلقى عندها صفات معينة وعندها أنماط معينة من السلوك اللي بتصدره ويمكن التعامل معها.
في بعض الشخصيات ممكن تكون شخصيات مرضية يعني يصل عليها بعض الأمراض، في شخصيات فيها الجانب العدواني هو الجانب الطاقي فيها، وهي مدارس عدة يمكن أن تصنف هذه الشخصية. نعم فعلا هي مدارس عدة. أنا عندي هنا أنماط برضو من الشخصيات لو بتتفق معي يا بروف. مثلا الإنسان الودود أو الشخصية البسيطة، الشخص المتردد، الشخص العنيد، الشخص الخشن، الشخص السرسار برضو، الشخص اللي بتتصف ردود أفعاله بأنها هي بطيئة أو بارد، والشخصية المعارضة دائما طلع عنده رأي في أي موضوع، الشخص الباحث عن الأخطاء، وأيضا الشخصية مدعي المعرفة والمتكبر والمتعالي، الشخصية المتطلبة برضو. نعم دي أيضا واحدة من التقسيمات لأنماط الشخصية، وهي يمكن تنضوي تحت جزء كبير جدا منها من الأنماط اللي ذكرناها. زي ما ذكرت أنا هي مدارس عدة يعني حتى في الشخصية الناس بيتكلموا عنها من عدة نواحي، يعني زي ما قال الدكتور أسماء من الناحية الاجتماعية يمكن أن تصف أنماط الشخصية حسب الوضع الاجتماعي. ناس الفلسفة عندهم أيضا أنماط للشخصية، حتى الآن في الطب يعني بتلقى في أنماط معينة للشخصية تظهر من خلال المعطيات أو من خلال السلوكيات اللي تصير هذه الشخصيات. أتفق معك تماما فيما ذكرتي من هذه طبعا الأنماط. أنا أضيف أنواع الشخصيات يعني كثيرة، برضو في الشخصية الإيجابية والشخصية السلبية، الشخصية الجذابة، وكثيرة يعني عدد الشخصيات كثير جدا، لكن بتنطوي يعني تحت عناوين عريضة. إذا خشيت في التفاصيل بتلقى كمية من بتصل لعشرين كم عشرين أو ثلاثين نوع من الشخصية. أكثر بالنسبة لكم أنتم كسايكولوجيست يعني أكثر نمط شخصية متعب ومرهق في التعامل في العلاقات الاجتماعية اللي هو الشخصية السايكوباتية دي، اللي هي يعني علم النفس، الناس علماء النفس بيقولوا إنها دي يعني هي هو يعني بالغوا في الوصف لدرجة إنه قالوا إنه هي يعني شيطان في شكل إنسان. ليه هو أبرز الصفات اللي هو بيكون دائما الإنسان يعني دائما بيكون أناني، يعني يعني ما بحب الخير للناس، يعني المهم كل يعني كل الصفات السيئه في الشخصيه دي. بيعلي من قيمه ذاته يعني، ايوه بيعلي دائما من قيمه ذاته وبيحقر الاخرين، ويعني كثير الكلام وكثير الشكوى فيه وكل الصفات المكويسه يعني. يعني لقيت الحياه دي كلها عنزله اقول له شخصيه سايكوباتيه. هو بعدين شفتش يعني موجوده الشخصيه دي موجوده فعلا من الصفات اللي ذكرتها دي ما صعبه يعني في المجتمع السوداني موجوده بكثره يعني وبنعاني منها جدا. واقرب لها في الغريب وهم المشكله الاساسيه برضه. انهم هم ما بيعانوا من نفسهم يعني ما بحس انه هو مشكله يعني هذه المشكله بتاعت وطبعا هي مشكلته يعني هاي ايضا برضه الشخصيه الوسواسيه ما في شخص بيجر انه يديه الحقيقه دي عن نفسه هو بيدو لكن ما يعني ما بيشتغل بكلام الناس يعني بس هو شايف روحه وخلاص يعني شايف الناس دي كلها ما ولا شيء. برضه الشخصيه الوسواسيه برضه واحده من الاشكالات انك تتعامل معها، لانه لو لقى اثنين ساكت قاعدين بيتونسوا يفتكروا الناس اللي بيتكلموا فيه، ولو لقى اثنين بيضحكوا ودي واحده من الاشكالات هو بيدخل في مشاكل هو نفسه بيكون تعبان وبيدعب الاخرين وصعب جدا. طبعا واحده من الاشكالات اخت رشا الناس ما بتلجا للجانب العلاجي زي ما قال الدكتور اسماء، انه هو صعب جدا مثلا شخصيه سايكوباتيه انه هو يقتنع بانه هو مريض او هو يعاني حتى انه يذهب للعلاج وبعد ذلك تتم معالجته، بل بالعكس يفتكر نفسه هو احسن زول وهو افضل زول وكل الناس ديل هم دونه، ودي واحده من الاشكالات. احيانا المجتمع نفسه بيشجع على الحياه زي دي يعني يعني بيعتبروه نوع من الناس اللي ممكن هو مش سخريه لكن بينال مسار اهتمام الاخرين، وبالتالي بيدوه مساحه في انه هو يتكلم ويضربوا به المثال، ودائما بيجعلوه هو يعني يسهر على الاخرين، يعني كانما يقول لك والله يا اخي مشي ونحن ما عارفين انه هو بكذب وكذا، وهو هناك بكون خلاص غزل الاحساس مصدق تماما انه هو سيد الموقف، والحكايه دي حتخليه يمشي في زياده، وبالتالي بيدعم الاخرين اكثر مما انه يدعم نفسه، لانه هو شايف نفسه هو كل الحياه بتاعته تمام، وبالعكس هو وانتو زول ناجح ولا فاشل في حياته؟ انا افتكر هو اكثر هو مش ناجح ولا فاشل في حياته، لكن اكثر ناس ممكن تلقي فيهم الشخصيه دي السياسيين. بيبتصر فيهم بصوره واضحه يعني يعني هو مش ناجح ولا ما بتلقيه ناجح هو اساسا، لكن بتلقيه هو بقدم نفسه كزول ناجح
تلقيه هو يعني دائما بيشتغل شغل ما بتاعه يعني، وخاش في شخصيات كثيره جدا، فبيمشي حياته يعني، لكن على حساب الاخرين. وبتظهر يعني عند السياسيين اللي ذكرتيهم، بتكون في شخصياتهم اول بعد كده بيبقوا سياسيين، والبعض ما يبقوا سياسيين، بنلقى انه الاحساس ده عندهم ظهر. ما هو اصلا يعني دي تركيبته شخصيه كده، لكن لقى البيئه المناسبه فيها فظهر، وموهبته ظهرت يعني في بكون بعد كده خلاص في مساحات يعني، لقى المساحه وخلاص يعني. وللاسف يعني المساحات واسعه. هي طبعا واحده من اشكالات السياسيين، بيقول لك السياسه هي فن الما ممكن، ايوه، وبالتالي ما عندها حدود او ليميت معين هو يعمل فيه، ودائما السياسي ممكن يغطي كثير من الاشياء حتى وان كان كذب يعني. وبالتالي يكذب لحد ما هو نفسه يصدق الحكايه دي، او دائما الناس اللي حوالينه، ودي واحده من الاشكالات قلناها، بيخلقوا له هاله انه هو اصبح هو المسؤول الاول، وهو كذا وهو كذا، وهو الزعيم وهو القائد، وتلقى في النهايه الحكايه هي زيرو كبير، لكن يحاول يغطي على هذه الاشياء. ودي واحده من الاشياء. والجانب المجتمع نفسه او البيئه الاجتماعيه احيانا تساعد على هذه الاشياء، وتساعد في تكوين نمط الشخصيه بالصوره وان كانت سالبه احيانا. الشخصيه الخشنه برضه تخيلها متوفره اكثر يعني، في مرات بحس في قسوه كده، بسموها الشخصيه القاسيه. في الشخصيه العطوفه والشخصيه القاسيه، فدي عكس تماما يعني. هو برضو يعني هو بيرجع للتنشئة الاجتماعية يعني، هو أصلا هو عاش القسوة دي وبال كده، ويعني حياته هي اللي خلته يبقى قاسي يعني. نفس الشخصية العطوفة برضو في النهاية البيئة اللي عاش فيها هي اللي شكلته. أيوة، جيت لمحور مهم. بروف، سؤال دائما نحن نسأله لما نتكلم عن صفات شخصية وغيرها، هل دي عندها آثار الوراثية يعني، تأثير أصلا الوراثة أول وجات البيئة، ولا هي دي التربية ودي التنشئة في البداية؟ نعم، الوراثة بتلعب دور، خاصة في كثير من الجوانب، مثلا زي الشخصية القيادية يعني فيها نمط من نمط الوراثة. في بعض الشخصيات اللي بنلقاها مثلا الشخصيات الإيجابية، لكنها هو أصلا الوراثة الشخصية، الوراثة هو الشخص اصلا مهيئ، وبالتالي الشخصيه الثقافيه ايضا بتلعب بعد ذاك البيئه دور كبير جدا في انها تصهر هذه الاشياء. يعني مثلا الشخصيه القاسيه بنلقى البيئه بتلعب فيها دور كبير جدا. الشخصيه القياديه بنلقى في جانب من جوانب الوراثه، خاصه اذا كانت في الجوانب العلميه، في الجوانب المرتبطه بالذكاء، دي فيها جانب بتاع وراثه كبير جدا. البيئة نفسها من التنشئة الأسرية، البيئة بتاعت المجتمع، البيئة الثقافية، كلها بتساعد في أنه الإنسان يولد مهيأ بهذه السمات أو بهذه الصفات، وبالتالي تلعب دور كبير جدا البيئة كمحفز أساسي حتى أنها تصهر هذه السمات بصورة واضحة. يعني بنقدر نحدد نسب أنه والله الوراثة كم في المية والتربية وتنشئة كم في المية؟ والله بعض العلماء ناس الوراثة بالذات يعني مثلا بيتكلموا عن أنه الوراثة هي الأساس، جوناس البيئة قال والله البيئة هي الأساس، ولكن معظم الدراسات أثبتت أنه الاثنين بيلعبوا الدور الإيجابي. إذا كانت البيئة بيئة مثبتة حتى وإن كان في جينات وراثية ما بتكون ظاهرة، إذا كانت البيئة بيئة محفزة بتصهر فيها الجينات الوراثية، خلينا نقول نوازينا بيناتهم يمكن تكون 60 ل 40 أو 50 ل 50 حسب النمط بتاع الشخصية أو حتى الجين الوراثي. يعني إذا كان الذكاء ناس الوراثة بيلعبوا فيه دور أكبر من لكن البيئة، لكن الذكي لو ما لقى البيئة المناسبة الذكاء أيوة بيضيع. هو يعني يولد بالذكاء مثلا بنسبة 60%، لكن الوراثة بتكمل 40%. في بعض الأشياء مثلا الجوانب الثقافية بنلقى البيئة بتلعب فيها الدور الأكبر من الجانب الوراثي، وهكذا يعني حسب النمط المعين أو الجين المعين لي الوراثة. نعم. هو الإضافة أنا عايزة أضيفها، السلوك كسلوك يعني لا يورث يعني. نعم. دائما بيرث الإنسان الذكاء مثلا اللي هو سرعة البديهة، الحاجات يعني الموجودة في الجينات، لكن السلوك لا مثلا يعني العصبية، الانفعال، الهدوء، البساطة، التفاصيل اللي برضو ممكن لا يورث. هو ورث لكن بال 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 بالثقافة يعني بالجو بالبيئة يعني. انت اذا قمت لقيت قدامك في ناس يعني بيعانوا من نفس المشكلة، فطبيعي بتنتقل لك يعني بالوراثة يعني، يقول لك ده عامل زي جده.
حتى لو ممكن يكون هو ما عايش مع جده، لكن هو في يعمل حاجات يقول لك عامل زي جده، فخلاص هو بيرتبط في ذهنه انه جده ده كان زول غاسي، فهو بيبقى او يعني في مشكله محدده فبتمشي عليه هو كمان. فدي دي يعني تتفقي يعني مع البروف انه النسبه هي تكامليه يعني قريبه ما بين الراس والبيئه؟ السلوك لا، السلوك في حد ذاته لا يورث. يعني لو زول مثلا هو بقى مجرم يعني هو ممكن يكون هو استغل ذكائه في حاجات غلط، لكن ممكن يكون ولده ما يطلع مجرم، لكن اذا عاش معه وشافه هو بيعمل نفس الاعمال بيطلع مجرم، لكن لو ودتيه واحد يعني ربيتيه في حته ثانيه ما بيبقى مجرم. فالسلوك في حد ذاته لا يورث، لكن بتورث طبعا البيئه هي اللي بتلعب دور اكبر. البيئه هي بتلعب دور اكبر. في حاجه مهمه جدا مثلا بتلقى في الشكل بتاع الشخصيه الوراثه هنا بتلعب دور كبير جدا او اعلى من البيئه، يعني مثلا في البنيه بتاعه الجسم، الطول، الشكل، الملامح بتاعه الوجه، الاشياء الممكن تساعد او واحده من مكونات بعد ذلك بتبقى سمه من سمات الشخصيه عند الانسان. زي ما قال الدكتور اسماء وهي بيبقى الفارق بعد ذلك في السلوك. السلوك لا يورث، لكن السلوك يمكن ان يكتسب من البيئه، والبيئه بتساعد في ظهور السلوك ده اللي بيظهر لنا في شخصية الإنسان. يعني الشيء الظاهر فيه دائما السلوك والتصرفات والأفعال، ودي اللي هي بتلعب فيها البيئة الجانب الأكبر. طيب أحيانا بنلقى الأب مثلا لو عنده 3 أبناء بتلقى مثلا الأب إذا هو في مجال مثلا طبي معاه 1 أو 2 بتلقى في واحد أخذ له مسار بعيد تماما، مش في الدراسة، ما عايز أقول فاشل يعني، لكن مثلا ما مشى بنفس الظروف البيئية اللي هو موجود فيها وعايش فيها، بيكون وين الخلل؟ هو مش خلل، هو يعني الناس بتختلف، يعني الانسان رغبتك في الحاجه هي اللي بتحكم الحاجه دي. يعني ممكن اكون انا يعني مثلا مهتم بالفنون مثلا، وزولت انت اخوي الثاني مهتم بالهندسه، والثاني مهتم بالطب، يعني دي فروق، دي حاجات طبيعيه يعني، ما ده مجرد رغبه. الرغبه دي بتفرض عليك برضه هي البيئه، يعني ممكن هو كان ده كان انترستنج او شاف زول او شاف حاجات عجبته الهندسه لظروف ما، وده اهتم بالفنون برضه لظرف، او هو اصلا زول يعني عنده الموهبه، يعني المقدره انه يرسم، المقدره انه هو يتعامل مع الالوان وكده. فالرغبة هي اللي بتحكم الإنسان، ما لنا يعني ما عندها علاقة. أحيانا بتلقي في أسرة كاملة مركزة على فرد معين، إنه هو ما ماشي مثلا في الطريق هو طبعا عنده مشكلة مثلا، دي ذاتها بتخيلي بتزيد يعني من المشكلة أكبر بشكل أكبر. هم يعني في الحقيقة هم ذاتهم بيكونوا سبب المشكلة. يعني هم يعني بس ما عرفوا يوجهوه صحيح، أو ما عرفوا يتعامل، أو هو من صغير يعني يتعرض لحاجات أو لسلوك منهم هم ذاته خلاه يمشي في الطريق الغلط. يعني ممرات العطف الكثير بيضر، الرعاية الكثيرة بتضر، يعني القسوة الكثيرة بتضر، كل يعني كل الحاجات اللي بتعامل معاها لما تفوت حتى بتضر. فدي مشكله في التربيه اصلا، يعني ما هي مشكله يعني انه ما هي مشكله وراثه ولا كده، مشكله في التربيه. اضافه للحته دي انا افتكر واحده من الاشكالات، احيانا نحن كثير جدا بنفتكر انه الشيء الصحيح انه اولادنا دول يكونوا نسخه مننا او مكرر، ودي كثير من الاسر انه دايرين اولادهم كلهم يطلعوا اطباء او يطلعوا مهندسين. بالعكس، الشيء الطبيعي والشيء الصحي جدا انه يكون في تنوع، يكون في اختلاف داخل حتى الاسره الواحده، وده عامل صحه اكثر من انه هو خلل، لانه كل واحد من هؤلاء الابناء لابد انه نراعي القدرات بتاعته، نراعي الامكانات بتاعته، نراعي حتى اهتماماته. زي ما قال دكتور اسماء، في زول عنده اهتمامات بالموسيقى، في زول عنده اهتمامات بالرسم، في زول عنده اهتمامات بالجوانب الادبيه والشعر، في زول عنده اهتمامات بالموسيقى، في زول عنده اهتمامات بالجوانب العلميه. يبقى دي من المهم جدا. كثير من الاسر بالعكس دايره ابناء دي كلهم زي ما هم دايرين، كانما يرسموا لهم الطريق دون مراعاه لقدراتهم وامكاناتهم ورغباتهم، وده اللي بيجيب الفشل بعد الناس. الان كثير جدا من الشباب والشابات تلقاه يدرس مسار من المساغات لحد ما يتخرج، لما نيجي بعدين للمهنه يقول لك والله اصلا ما كانت رغبتي. انا يعني كانت رغبه والدي، الوالده او الوالد داير ارضيهم، هم اجرموا في حقه في انه من الاول ما قعدوا معاه. واحده من الاشكالات الكبيره جدا حكايه الحوار. لابد انه ندير حوار ونحترم راي الاخر، يعني حتى ولدنا الصغير ده حسب رغبته وامكاناته ممكن نوريه والله المجال المعين ده ممكن انت يكون فيه وكذا 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 والمجال ده، لكن ما يكون هو خلاص لا انا عاوزك تقرا في التخصص المعين او تمشي في المجال المعين، او حتى شكل شخصيته ونمط شخصيته يعني ننمطه بالحاجه اللي احنا عاوزينها.
والجيل الموجود الان ده ما حقه. نحن يعني واحده من مشكلاتنا انه والله دائما بنتكلم عن الماضي، انه عن ابائنا واجدادنا كانوا كذا وكانوا كذا، دون مراعاه التغيرات اللي حدثت الان سواء كانت ثقافيه او تقنيه او حتى في الوسائط وكذا. شباب مبدعين جدا لكن داير بس الزول اللي لهم الطريق وهم بعد ذاك يمشوا فيه. نعم. هو طبعا واحده من الاشكالات برضو المدرسه يعني ما فيها توجيه لطاقات الشباب ولاهتماماتهم ولحاجاتهم، يعني كل الناس مطلوبة انها تقرا نفس المنهج لحد ما تجي تمتحن الشهادة السودانية، بعد ذاك الناس تفرق اللي بيمشي ادبي واللي بيمشي علمي. وبيكون مثلا واحد توجهه من هو صغير في المدرسة ما ماشي علمي او ما ماشي ادبي او بيحب الحساب ما بيحب العلوم مثلا، فدي برضه حياة بتحتاج توجيه. انا من الناس اللي كنت ما بحب العلوم خالص بالذات الفيزياء، حققت رغبتي يعني لدرجه انه انا في الفيزياء ما بمتحن الامتحان، ودي ما في زول كان عارف اعتراف على الهواء بتمرضي ولا بتتمارضي ولا تعملي شو؟ والله مرات الزول بيغيب، مرات بتتصرف بتتصرف لكن بتمشي، لكن ما كنت بحب الفيزياء دي خالص وما بعرف. المهم والله مساله الحوار يعني كنت بحب التاريخ والجغرافيا والمواد الادبيه مشيت فيها جميل يعني. وفعلا هدي في الاخير يعني متفوقه بقيتي في مجالك، فعلا بشوف طلبه كثير الواحد بيصل لحد ثالث مثلا ثالثه جامعه يجي يقول لك والله داير اعيد من الاول ثاني، بالضبط لانه اتفرض عليه بغير حتى المسار بتاعه برضه. أيوه. يعني يكون علمي يمشي ادبي، يكون ادبي يمشي علمي. في كثير الان من الدول يعني غيرت من النمط بالذات في التعليم الثانوي، يعني التعليم بتاع الاساس خلينا نقول والله ممكن يكون هو من كلمه اساس هو يمكن ان يكون حاجه واحده، لكن الثانوي بقى يعني زي النمط الان المتبع في كثير من الجامعات انه الطالب بيختار مواد التخصص من البدايه. يعني في ماده هو ما بيحبها مثلا ما بالضروره هو الزامي انه يمتحن كل المواد سواء كان علمي او ادبي، بيختار بعض المواد، في مواد ممكن ما يشيلها وهكذا حسب رغبته. في كثير من الدول بيكون في مرشدين ومشرفين سواء كانوا اكاديميين او نفسيين بيكتشفوا مواهب التلاميذ دي منذ الصغر، يعني التلميذ اللي بيهتم بالتلوين بعد ذاك هو حيوجهوه في مسار معين، اللي بيهتم بالموسيقى يعني. حتى لو في اي ولد من الاولاد هسه المشاهدين اللي بيتابعونا ديل هو قاعد في البيت لا قرا لا كمل قراءته ولا اشتغل، معناه في مشكله محتاج الناس تقعد معه، او عنده رغبه لسه ما حققها، او عنده يعني موهبه او نجاح في مكان معين لسه ما تعرف هو وين. دي هنا المشكله بتبقى، ودي بدايه المحور يمكن انا بديت به السؤال، في انه بنلقى انه واحد مختلف من بقيه الافراد او الاسره، وشنو بكون التفسير للفكره دي. عايزين نشوف برضو كيفيه ترويض الشخصيه، كيف نحن ممكن نروض مثلا اذا قلنا الشخصيه العنيف او الشخصيه ممكن شنو ثاني تكون الانفعاليه او العنيده برضو، فدي المحتاجين خلال تعامل خاص مش كده؟ هو في الحقيقه يعني انت ما بتقدر تغير الزول ما لم يكون هو يعني شاعر بانه هو في ذات نفسه اصبح عنده مشكله. يعني التغيير غير الترويض، لكن الترويض دي انت بتجاري ولكن بكون باسلوب معين مش؟ انا ايوه هو بتجاري، ولكن هو يعني انت حتمشيه في الخط لحد ما تغيري. فهو الانسان ما بتقدر تروضيه، يعني ممكن تروضيه مره واحده تنتهي من الشغله، لكن ممكن تفهميه وتحاول تغيري فيه وتساعديه لحد ما يتغير. ودي ممكنه يعني اسهل من الترويض. وتغيير الانماط دي سهل اصلا؟ والله تغيير الانماط طبعا هو ما سهل، ولا هو يعني طبع خلاص لا ما صحيح. بيتغير البني ادم بيتغير، وهو بس محتاج الزول اول شيء الناس يعني تحسسه بانه هو عنده مشكله. او هو يقدر يحس انه عنده مشكله عشان بعد ذاك يبدا يتغير. وفي ناس كثير بيحسوا انهم هم يعني عندهم مشكله حقيقيه، فبيكونوا هم اللي بيطلبوا التغيير يعني بيطلبوا المساعده، بتكون اسهل طبعا. فدي بتكون اسهل. الرغبه هي زول لما يكون عنده رغبه بيتغير سريع، لما يكون ما عنده الرغبه دي بتبقى المشكله هنا. لكن برضه بالمساعده بيتغير يعني. ايوه ممكن نفس المحور يا بروف. طبعا هي دي خلينا نقول انه والله كيف ندير حوار معاه، لانه مهم جدا. انت عشان تروض انسان زي ما الان الحيوان يمكن ان يروض، وبالتالي حتبدا معه تمارين اللي هي زي شكل الحوار. الانسان ممكن ندير معه حوار، ودي مهمه جدا منذ مرحله الطفوله، لانه اصلا شخصيه الانسان بتتكون وبتتبني في الخمس سنوات الاولى، وبعد ذاك بتصهر وتمشي لقدام. يبقى مهم جدا انه ندير معه حوار منذ الصغر، نكتشف قدراته ونكتشف امكاناته. يعني مثلا خلينا نقول مثلا اللبس، يعني في اولاد او اطفال سواء كانوا اولاد او بنات لحد ما يصل المرحله الجامعيه
اسرته هم اللي بيجيبوا له الملابس، حتى بيختاروا له الالوان. ما علمناه من الاول هو صغير انه والله انت بتحب يا تلون، ونربي له رغبته ونشعر بانه والله الحكايه دي هي رغبتك وهي يعني اهتماماتك. ايضا اشراكه في كثير من شان البيت، والله رايكم شنو لو عملنا كده، حتى لو انت حاسس بانه والله انت بتديه رايه، تدير معه حوار. يعني واحده من اشكالات نحن نفتكر انه ابنائنا ذيل انك انت بتديه كانما هي تعليمات وهو ينفذ، وبالتالي هو انسان ويفكر وبيعرف من وين ممكن يخليك تتنرفز، من التاني يخليك تتضايق، ياتوا عباره ممكن توترك. واحيانا حتى شكل العناد البصر ده هو شكل من اشكال الانتقام، يعني سواء كان حتى يصل للوالدين، مش بيعملوا لي كده انا بعرف اعمل لهم شنو. واحيانا الخطوره في انه الشخصيه دي ممكن تخلق فتنه ومشكله بين الوالدين، يعني بين الزوج وزوجته، لو عرف انه والله في حاجه معينه مثلا الام بتدس على الوالد او الوالد في سلوك معين بيدسوا على الام، يقوم هو يستعطف واحد منهم حتى انه يحقق اغراضه. عشان كده مهم جدا حكايه الحوار، ما نكبت اصلا اراء بتاعتهم حتى ولو اعتبرناها نحن شاذه، خلينا نحاول زي ما قال الدكتوره اسماء، انت تاخذ وانا ادي. ومهم جدا حتى قبول الاخر، لانه اصلا الشيء الطبيعي ربنا لما خلق الناس ما خلقهم حاجه واحده، خلقنا مختلفين، والاختلاف هو نفسه يعني انا بسميه زي البهارات او الملح بتاع الطعام. صحيح. يعني مهمه جدا، وده اللي بيخلي الحياه فيها حيويه وفيها ديناميكيه وفيها تبادل. يبقى نتقبل الاخر بشخصيته الموجوده دي وبافكاره، لكن ندير معه حوار الى ان يصل الى قناعه انه والله ما بالضروره انه انا رايي يكون هو رايك انت او يكون راي دكتور اسماء. نحترم بعض في بعض الاشياء من اجل انه كل الحياه دي تمشي، وده الشيء الطبيعي وده الشيء مهم جدا. حتى في الجوانب السياسيه، يعني ليس بالضروره انه كل الاتجاهات السياسيه هي تكون اتجاه سياسي واحد، الجوانب العقديه. حتى شوف سبحان الله في الايه الكريمه، يعني صاحب الحديقه او البستان، يعني ربنا لما ذكر الايه ذكرها بذكر حوار، يعني المسلم مع الكافر والكافر مع المسلم. يبقى مهم جدا انك انت تدير هذا الشكل من اشكال الحوار بينك وبين الشخص الاخر، الى ان يصل انه الشخص الاخر اما اقتنع برايك، او في النهايه كل واحد يعتمد على راي، ولكن كلنا في اطار الاسره الواحده او في اطار المنظومه الواحده. نعم. ده الحديث المفروض يكون هو علميا يمشي في الطريق ده، لكن لما نيجي لارض الواقع بنلقى انه التنفيذ صعب، لان انا ممكن اتعامل مع شخصيه اساسا هي شايفه انه رايه في اي موضوع هو الصح. يعني رايه، اي انت خالفت رايه معناه انت غلط، فانا اجي كمان انتقد الشخصيه دي فتخليها ابقى عدو طوال يعني. فالتعامل معها بيبقى شويه صعب. هو طبعا، لكن ما انت بتبدا برضه بالتدريج. يعني بتبدا بحوار، فبعد ذاك الحوار ده بيتدرج، يعني بتبدا في الحاجات البسيطه، بعد ذاك الحاجات المعقده لقدام. لكن بالضروره انك كمان حتى الحوار يعني تدخل فيه ناس ثانيين، او يعني تحاول تعالج المساله من ابعاد مختلفه، بحيث انه هو يقدر يفهم انه هو ما برا، يعني ده ما راي، او ده ما رايي انا برا، في اراء ثانيه مختلفه ممكن تخالف رايه هو. فبالاستمرار الزول بيتغير يعني. ودي من الحاجات الناس محتاجه لها الان، يعني في المدارس وفي الجامعات وكده. ولو انه الشباب الان انا شايفاه يعني هم ممتازين وتقدر بتحاور معهم، لكن اللي هم كانوا المشكله الاجيال الفاتت. يعني دي كانوا صعبين شويه في 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 المشاكل اللي بتاعت الحوار والحريه والديمقراطيه والحاجات دي. فحقيقه يعني الشباب يعني ما في صعوبه في هم الان لانهم اتربوا في عالم منفتح، فهم الان اكثر يعني مرونه واكثر تجاوبا مع التغيير واكثر تقبلا للتغيير وبسرعه بسرعه شديده جدا. جميل. لما نتكلم عن مفاتيح للتعامل مع الشخصيه، نحن لازم نمسك كل شخصيه او كل نمط من انماط الشخصيه دي، ولا في مفتاح مثلا واحد او مفتاحين بوابه كده ليهم بيفتح بوابه لكل الانماط الشخصيه دي؟ في مفتاحين دين ممكن انت تستخدمهم مع اي شخصيه وبعد ذاك تقدر تمشي معهم. اول مفتاح وهو مفتاح الابتسامه. يعني انت لما تبتسم للشخصيه الثانيه بتديه نوع من انواع الراحه، عشان كده حتى في الحديث تبسمك في وجهك صدقه. صحيح. يبقى الابتسامه دي حكايه ممتازه جدا. الحاجه الثانيه الكلمه الطيبه والهدوء، يعني عندما تتكلم مع انسان حاول تتكلم معه الكلمة الطيبة أو الكلمة اللي فيها الجانب الإيجابي، يعني ما تبدأ دائما بالانتقاد، يعني حاول دائما أذكر الأشياء الجميلة فيه،
اديه احساس انك انت والله بتسمع لرايه، بتهتم بكلامه. والود والموده في الاشياء، حتى لو انت داير توصل له رساله انه والله يا اخي رايك ده ما صحيح. زي الاطفال لما جو افتكر الحسن والحسين لواحد من الصحابه ما كان يحسن الوضوء، فهم ما قالوا له والله يا اخي نحن انت ما توضي صح، جو اختلفوا بعد ذاك وحس انه هو لا. وبالتالي مهم جدا انه مع الشخصيه، خاصه الشخصيه العنيفه او الشخصيه الانفعاليه، دائما لانها هي متوجسه ولا تقبل، لكن لما تجي بالمدخل الطيب والكلمه الطيبه بتكون انت على الاقل لامست الجانب العاطفي فيه وبدات تتعامل معه زي ما بقول من القلب للقلب. دي واحده من الاشياء المهمه جدا، الابتسامه. يعني دائما الزول المبتسم بيشعرك بنوع من انواع الراحه، تفتح ابواب انت معاه، تفتح ابواب كبيره جدا. وخلاص يعني مين ما تبتسم له حيبدا يستمع لك ويستجيب لك، لكن مين ما تبدا تغضب وجهك و تستفزه احساس انك انت دائما عاوز تستفزه او كده احيانا يكابر. ودي اسوأ حتى انه الانسان لما يصل مرحله انه داري ينتصر لذاته، بالتالي هنا بيتوقف الجانب بتاع العقل وتبدا الجوانب الاخرى، الجوانب الانفعاليه، الجوانب العاطفيه، داري يثبت ذاته وان كان هو مخطئ في هذا الجانب. نعم، ده المفتاحين. وبعد كده كله شخصيه او نمط شخصيه عندها مفتاح، وبعد ذلك عندها مفتاح وكيف تتعامل معها. لانه مثلا زي الشخصيه السايكوباتيه بلاها، الشخصيه الوسواسه عندها جوانب بلاها، الشخصيه الانفعاليه. طيب لو بتسمح لي انا برضو اجي اشوف راي دكتوره اسماء واجيك بس تدينا مفتاح، مفتاح لكل شخصيه من اللي انا ذكرتهم قبل، او حتى لو بتذكرهم لي انت كل نمط بمفتاحه. نفس المحور دكتوره اسماء، هو نفس يعني بعيد كلامه، ولكن يعني الشخصيات عموما عموما الشخصيات هي محتاجة لأنه نحن يعني نوعي الناس بال 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 بشكل شخصية أو بسلوك الإنسان، لكن بطريقة طبعا مبتكرة وبطريقة شوية تكون يعني توصل له المعلومة تخليه يحس بأنه هو عنده مشكلة، يعني ما 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 هو يعني تعامله ده طبيعي زي بقية الناس. بعد ذاك اللي هو يعني الناس بتنصح الإنسان برضو يمشي يستعين بزول يعني يساعده، ودي منها اللي هو المرشدين النفسيين والأطباء وكده، فديل اللي بيقدروا يساعد الزول إنه يمشي لقدام ويغير في شخصيته. جميل. برافو الله، دينا نماذج، لأنه ممكن ناس يكونوا في ناس بيشاهدونا شايفين الأنماط اللي احنا ذكرناهم ديل في فرد من أفراد الأسرة، أو شايف النمط في نفسه هو برضو يعني، فبكون عايز كيف أنا مثلا زميلي في الجامعة، جاري أو شخص أنا مضطرة لازم أحتك به يوميا، أو حتى أختي في البيت، أخوي، والدي، والدتي، عندهم النمط دايما الشخصية، شنو المفتاح اللي أنا ممكن أتعامل به وأسهل عليه وأسهل على نفسي العلاقة دي أنها تستمر يعني؟ طيب، واحدة من الأشياء المهمة جدا إنه الإنسان يعني بالذات الناس الهسة اللي بيقروا الكتب بتاع علم النفس ويقروا الأمراض ويقروا كده، خلينا نقول إنه أي إنسان فيه نسبة، زي المسألة بتاعت ضغط الدم، يعني لما تيجي تقرا النهاية ده بتتخيل إنه والله ده أنا، كل ما تقرا نمط معين من أنماط الشخصية بيجيك إحساس إنه الحكاية دي ده أنت أو الحكاية دي، خاصة اللي فيها جوانب مرضية، لكن أحيانا شيء طبيعي جدا لأنك أنت بتعيش في بيئة بتتعامل مع أنماط مختلفة وأشكال مختلفة من الناس. مهم جدا انك انت دائما تحرص على انك انت اصلا ما تؤذي شخص اخر وما تديه كلمه تسئليه، يبقى انت حتحاول بقدر الامكان انك تتعامل سواء كان مع الوالدين، مع الاصدقاء، مع الزملاء، خلي دائما الكلمه الطيبه هي الاساس في ذلك. مثلا الشخصيه العدوانيه، الشخصيه العدوانيه مهم جدا انك انت تحاول الصوت ذاته ما تتكلم معه بصوت عالي، لانه احيانا لانه اصلا هو وصل جاهز زي ما بيقولوا، يعني كانما هو بنزين وانت ذات تشعل النادي، تجيه بصوت هادي جدا بعدك وتديه نوع من انك انت والله الاهتمام اهتمام متبادل، او حتى الحكايه دي انت عاوز تاخذ رايه فيها. دي واحده من الاشياء المهمه جدا، حتى لو ما عايز تاخذ رايه وما حد يمشي له، لكن تديه الاهميه. والله رايك ده مهم، لكن حاول دائما بالجانب المنطقي. في طبعا بعض الناس ما بيقبلوا الجوانب المنطقيه لانه بيفتكر انه هو راي وهو راي الاصوات وهو راي وهو راي الصحيح. ايوه اقول له والله يا اخي في النهايه يا اخي هي وجهه نظر، دائما نحسس انه والله وجهه نظرك دي صحيحه، لكن انا برضو عندي وجهه نظري الاخرى، والاثنين نحترم راينا في هذه الاشياء. بيبدا يتقبلها. مثلا الشخصيه الوسواسيه، لانه اصلا هو عنده
وسواس من بعض الأشياء. دائما بنحاول نتكلم كلام عام أو فيه جوانب عمومية، ما تحاول يعني بتتكلم وانت مثلا بتضحك أو انت بتتكلم وبتتكلم مع شخص آخر أو بتؤمن بإيماءات وقد يفتكر إنه والله انت بترمي لبعض الأشياء. مهم جدا انك انت دائما تتعرف على شكل الشخصية عشان تقدر تتعامل معها، وما بتقدر تتعامل معها عشان كده مسألة الزمالة عندها حدود معينة، الصداقة عندها حدود معينة. أحيانا الزول يكون عنده مشكلة أصلا أو عنده خلفية معينة، أنت تقوم تقول كلام وكأنما يفتكر أنت قاصده هو بالكلام اللي أنت بتقوله. وخلينا أقول أنه العنصر الإناث أكثر حساسية من الذكور في الأشياء زي دي، لأنه بيتعامل بيهتموا بالتفاصيل، بيهتموا بالتفاصيل التفاصيل وكلم وما بينسى سبحان الله. يعني تقول لك كلمة ممكن بعد 10 سنة يقول لك الكلمة أنت قلت كده وكنت قاصد كده، عشان كده المشاكل بتجاه كثير، عشان كده بتجاه المشاكل كثير جدا. أيضا في حاجة مهمة جدا، الأنثى دائما بطبيعتها هي عندها استعداد إنها تتكلم أكثر من الذكر، فدي واحدة من الأشياء يعني أديها مساحة إنها تتكلم. يعني دائما ما تقول والله أنت كلامك كثير أو أنت كده، لأنه دي جزء من شخصية. إذا نفهم كل شخصية من الشخصيات التركيبة بتاعتها أو النمط بتاعها. في نوع من أنماط الشخصية إنه دائما أنت لما تلاقيه تقول له يا سلام والله الليلة ما شاء الله، وأنت كده تديه نوع من الإطراء، أو والله افتقدناك في الحياة دي، يعني هو بيشعر بأنه هو مهم، يعني ما تقلل من شأنه أو ما تحقر منه. في نوع من الناس يعني داير أنت لما هو بيتكلم معك، طبعا دي مهمة جدا، ما تكون بتسلم عليه وأنت بتتكلم مع شخص آخر. أو دي نمط من الشخصيات ولا كلهم؟ دي مثلا الشخصية النرجسية، يعني داير إنه هو يكون يهتموا به ودائما أنت تصر له حاجات كثيرة جدا من محاسنه، حتى لو لابس له حاجة أنت شفته امبارح تقول له والله يا سلام يا أخي أنا دائما الحياة دي ما بشوفها إلا عندك أنت. يعني بيكون مبسوط خلاص من بيكون مبسوط يعني من الحكاية دي، وبتديه راحته يعني. فهو محتاج للحتة دي. الشخصية المترددة كمان التعامل معاه مرهق جدا. الشخصية المترددة طبعا واحدة من الإشكالات. مهم جدا إنه الشخصية المترددة إنك تتعامل معاه بجوانب إيجابية، إنه والله الخطوة دي نعملها ونمشي للخطوة الثانية. بتديه إحساس في إنه والله هو بدأ ينجح، ودي بتكون دائما عند الأطفال أو عند الناس الصغار. هو عنده كلام ومتردد في إنه الكلام ده لو قالوا هل الكلام ده حيقبلوه منه ولا ما حيقبلوه منه. نعود إنه أنت تقول كلامك ده حتى لو خطأ، أو حتى زول كبير وأقول تخرج عمره 24 سنة داري يعمل مشروع، نفسه يعمل مشروع ده متردد 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 لحد ما مشى 15 سنة. ما هو متردد إنه أول حاجة لأنه ما عنده ثقة في نفسه، والثقة دي ما من هو صغير نحن ما زرعناه فيه. ما زرعنا فيه إنه والله أنت بادر بالأشياء دي وممكن تخطأ وممكن تفشل لكن حتمشي لقدام. هو دائما متردد لأنه خوفا من الفشل، ويفتكر إنه دائما يعمل الأشياء وينجح مباشرة، ويعمل وينجح، ما تعود على إنه يفشل. أو أحيانا إذا فشل الأسرة قد تعنفه، الأصدقاء قد يذكروا له بعض الأشياء اللي فيها عيوب، لكن شيء طبيعي جدا إنه الإنسان يكرر التكرار، وزي ما يقولوا التكرار يعلم الشطار. ثاني في شو من الماضي الشخصية ذكرت لنا قبل السلبية والإيجابية الشخصية كمان. السلبية السلبية والإيجابية والشخصية الجذابة. شخصية سلبية دي يتعاملوا معها كيف؟ دائما بحس إنه قعدت مع شخص سلبي طوالي بيملك طاقة سلبية، فكيف الواحد يلحق نفسه سرعة ويتملى بالطاقة؟ بدل تخليني أثر عليك تقوم تتأثر عليه. ما هو الشخصية السلبية دائما بيأثر عليك بالحاجات السلبية، ودائما محبط ودائما يعني بيكهرب الجو كده يعني. فدي واحدة من الشخصيات اللي هو الناس اوتوماتيكلي بيبعدوا عنها. بيبعدوا عنه ايوه. فهو بيحس بالحاجة دي عادة. ومشكلته بيزيد زيادة. هو مرات هو بيتغير نتيجة ليكون هو حس بالمشكلة دي يعني. أيوة. مرات بيكون هو حس بالمشكلة. ومرات ممكن يكون أصحابه والناس القريبين منه يعني يتكلموا معه فكثرة الاحتكاك، وهو ذاته لما يشوف الناس بعيدين عنه في زول تاني مثلا شايف الناس قريبين وكده. يعني لو ما طيب يتغير انا كيف انا قاعده قدامي مثلا شخصيه مليانه طاقه سلبيه سنوات طويله جدا، انا كيف اقعد معه وقبل ما يتملي طاقه سلبيه احاول اطلع الشخص ده شويه ولو لفتره يعني بسيطه من الحاله دي؟ هو في الحاله دي انت بتقومي تنصحيه وتقدمي له يعني النصايح. ما هو اصلا الطاقه السلبيه دي ما بتوريه ان هو حياته دي كلها عمل شنو يعني بالطاقه السلبيه دي وليه هو بيعمل كده يعني. فهو بالنصيحة وبالاحتكاك مع الآخرين بيتغير. ومرات والله في ناس كمان يعني
الحياة بتمشي عليهم لحد ما, ما يعني ياخذوا زمن طويل جدا وهم في الحالة دي. ما دي الحاجة أنا قصدتها يعني. أيوة. بيشوف في شخصيات كده يعني بيشوف هو مرات ظروف الحياة أو يعني الزول بيفتكر إنه مثلا حظه سيء يعني تقول تلقاه هو حظه سيء حيث يعني بتخيل الحاجات اللي من هو للحاجة دي لما هو حقيقة الأشياء الواقع. أنت لما تتوقع الأشياء سيئة بتحصل لك. والرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا خيرا تجدوه. ونزع علم النفس بيقول لك توقع الأشياء الإيجابية بتحصل لك يعني. فهو ضروري الناس يعني تتعامل مع الزول يعني تحاول تنبهه دائما تحاول تجره معاه في الاتجاهات الصحيحة. مع ظروف نحن في هذا الواحد يقول لك يا أخي والله ذاتي ما ناقص ضغوطات زيادة فقوم بخلي الشخصية دي بيبعد عنها بيقول لك كفاية علي الوضع المعيش والحاصل يعني. فهو تخيلي لشخص يكون مجبور عليه ويحاول والله أحيانا الناس المجبورين بيساعدوا أحيانا الزول بيحس بالمشكلة لأنه لما يحس هو أخذ فترة طويلة المشكلة تحلت وبيحس منها يعني أكيد حيحس بها لأنه بياخذ فترة طويلة وهو ماشي في نفس الخط فبيجي واليوم اللي بيحس بأنه هو يعني الاتجاه اللي ماشي فيه خلاص يعني قفل فبيحاول يتغير بعد ذاك لكن بعد طبعا بيكون خسر كثير يعني بعد ذاك الشخصية الإيجابية طبعا ما محتاجة لها أي مفاتيح الشخصية الإيجابية طبعا دي شخصية هي ذاتها بتساعد الناس وشخصية يعني بتفتح لك الأبواب وشخصية يعني بتخلي لك الحياة بتصورها لك بصورة أجمل وكذا فالشخصية الإيجابية طبعا ما بتحتاج لكن كمان برضو يعني الناس دائما ما تحاول يعني تكسر مجاديفه وكذا عشان تخليه كمان يحبط يعني ولو إن يظهر في الدنيا برضو مرات بتحبط الناس يعني الشخص اللي بيتمسك برايه دايما وبيفرض رايه دي تمشيه يعني اقول له كلامك صح واجي بعد كده اقول وجهه نظري ولا يعني اقعد اناقش واحاور لحد ما اقنعه لا تتحاوري معه يعني زول لازم هو بيتقبل بتختلفي معه وانت بتختلفي خصوصا لو كبير في العمر ما بتقبل تديه رايك وتخليه بعد ذاك هو بيكتشف انه رايك ده يعني راي صحيح يعني ما يعترف بالحاجه دي مش هو قد ما يحترف لكن قد يكون يعني تابع ذاك يقوم يحترف سرا وبيبدا يتغير يعني فهم طبعا ودي مشكله كبيره بالمناسبه الشخصيه الدكتاتوريه في السودان اغلب الناس يعني رايهم يعني ما بيتقبلوا الاراء سريع ومرات الحاجه بس رايه بيشوف راي الناس الثانيين غلط فهي دي برضو اشكاليات بتاع التنشئه حقيقه يعني برضه محتاجه اللي هو شغل بتاع حوار وشغل في المدارس والجامعات وكده لحد ما الناس يعني تتغير. في شخصيه قابلتك دكتوره الشخصيه المتطلبه كل ما مثلا اتصل عليك تليفون معناه هو عنده خدمه عايزه جاك بالطريق عنده خدمه عايزه تلقي حاجه كده على مدار السنوات بس تلقي الصفه دي قاعده عند الزول دي يعني اي معلومه ما اعرف اسميها يعني ما اعرف اقول ليش صفه ثانيه وهو والله دي قد تكون ما يعني ما عندها علاقه بالشخصيه لكن الزول بيكون يغيب عن الزول يكون عنده مصلحه يتذكر الناس اللي بيقدموا له المصالح لكن تكون على مدار السنوات الطويله تلقي الحاجه دي عند الشخص ده بعينه يعني والله دي مرات بتكون يعني دي ظروف سايمة انه ما نقدر نقول نمط لشخصيه هو يعني ما ممكن تكون ما نمط لشخصيه ممكن تكون حاجه لها علاقه بالزوج ممكن تكون لها يعني علاقه بالاعتماد يعني ممكن يكون هو شخصيه اعتماديه ممكن يكون من الشخصيات الاعتماديه لكن الشخصيه الاعتماديه يعني بتبقى فيه ضي طبعا الاعتماد بيبقى فيه طبع ما انا قصدي طبع لانه هو لا لو شخص طلب منك الحاجه مره مرتين ثلاثه خدمه ما مشكلة انت برضه حتطلب منه في يوم من الايام لكن تلقي سنوات طويلة جدا فالشخص ده ما بتلقى منه غير انه هو بيطلب ومحتاج لخدمة محتاج انه يعني ممكن هو فعلا بمجهود بسيط منه يقدر يلبي طلبه ده يعني نخدمه ده ولا نكفل منه التليفون هو طبعا ده انه واحدة من الاشكالات انه التنشئة وده بنلقاه حتى على مستوى البيت انه السكرتير يعني مثلا اي حاجة بيعملوها له يعني على مستوى كل المسلمين البيت انه الاكل ده بيجيبوا له لو داير مويه بيجيبوها له البطانيه بتاعته دي بيطبقوها له وبعد شويه المدرسه حاجاته كلها بيعملوها له وبالتالي هو اصلا ما علمناه في يوم من الايام يعتمد على نفسه وعلى ذاته لما نجي للوظيفه دي يقول لك والله فتشوا لي لو داير يمشي اي حاجه بيعتمد على الاخرين وبالتالي الاخرين دول هم بيحققوا له رغباته واصبحت جزء من شخصيته انه هو يعتمد على الاخرين. دار علق على حته برضه جميله اللي هي الحته بتاعت الشخصيه السلبيه. الشخصيه السلبيه نحن عشان نطلعها لازم مهم جدا انه نعمل له برنامج. يعني كيف. الجماعه مهمه جدا حتى انه الطاقه السلبيه دي انه يفرغها. المناشط يعني لو هسي اي زول مثلا زهجان كده مشاريع حضر له ان شاء الله حفله.
بنلقاه بعد شويه البهجه بتاعت الناس والفرح بتاع الناس بيخليه يدخل في الجو المعين، او مشاليه لاي منشط من المناشط مارس رياضه بيشعر بانه والله هو يمكن انه يكون عنده عطاء، وصل زملائه مثلا لعب الكوره نادوه باسمه بعد شويه يمشي مع الجماعه. يعني أسوأ حاجه انك انت تخلوه براه. طبعا كثير من الاسر زي ما قال قبل الدكتوره اسماء التنشئه بتاعتهم انه والله يقول لك اصلا هو طبعه كده، ونحسس بانه طبعه كده. الزيارات ما يمشي معانا الزيارات، في البيت نخلوه دائما منزوي، حاجاته كلها يعني طبعه هو رتيب الى انه بقى سالب داخل الاسره، وبالتالي حيبقى سالب في المجتمع، ما عنده اي دور من الادوار. مهم جدا انه ندمجه، او ما يسمى مثلا سياسه الاحتواء، نحتويه وبعد شويه كل ما عمل حاجه ايجابيه نحاول نعزز الجانب الايجابي. يعني ما شاء الله انت عملت الحكايه دي وانت انجزت. لا ده انا بتكلم عن شخصيه عمره كبير، يعني لو قلنا مثلا خلص الجامعه ومفروض انه يبدا يشتغل، يا اما يشتغل بوظيفه متواضعه مثلا او انه ما اشتغل، يعني عمر كبير الكلام ده. فاحيانا الاسر ذاتها ما بيجي وقت الاسر دي كل واحد بيشوف حياته حيلقى نفسه هو. لكن لو رجعنا حنلقى الاسره هي ذات لعبت دور كبير جدا في انه يكون هو كده، انه هو سالب. يعني هسي كثير مثلا من الاسر يعني العمل مثلا للاولاد مثلا في الثانوي وفي المرحله الثانويه ما لانه احتياج، لكن لما يمشي يشتغل أيوة. اي نوع من انواع الشغل، والشغل كله اصلا هو شغل شريف، اي نوع من انواع الشغل بيحتك بالمجموعه بتاعت الجماهير، بيحتك بالشباب اللي حوالينه، بنلقاه بعد شويه يفتكر. واي دخل انت بتجيبه ان شاء الله جنيه بتشعر بقيمته افضل من اللي بيدوك له ناس البيت. بعد شويه بنلقاه هو اصبح بيجا عنده مبادرات، بقى مسؤول أيوة. بقى مسؤول من نفسه. يبقى الاسره من الاول ما خلته انه ياخذ هذه الاشياء وما راعت فيه. او احيانا يقول لك والله ناس البيت ديل انا ما فاهمني، ودي كثير جدا من القاع عند الشباب والشابات. يقول لك والله ناس البيت ما فاهمني، انا بيفهمني فلان. معناته ما مديني مساحه في انه انا اعبر عن ارائي واعبر عن هذه الاشياء. او تلقى مثلا الاسره والشخصيه الدكتاتوريه او المسلطه، سواء كان الاب او الام شغال بتعليمات انه افعل او لا تفعل، وبالتالي دي واحده من الاشكالات. او احيانا عندنا دائما الجانب الذكوري او الانثوي او الزول الكبير، انه ده الولد الكبير كل الاخرين يطيعوه وان كان رايه خطا، او ده الولد الكبير ودي البيت، ده ولد ودي بيت، يبقى دي واحده من الاشياء. في الشخصيه الدكتاتوريه ممكن نعاليه بانه والله اديه انت رايك، لانه احيانا هو ما بيقبل، خاصه اذا كان رب الاسره او الزول الكبير او الزول المسؤول، والله رايك شنو عملنا الحكايه دي؟ او الله يفتكر الحكايه دي قريبه من رايك لو عملناها كده. أديه إحساس أنت محتاج لرأيه. بعد شوية بيشعر إنه والله ممكن يسمع رأيك، ممكن يسمع الرأي ده. أو خلي الحكاية تيجي منه. طبعا في ناس زي ما بيقولوا الناس إنه يفعلوا الأشياء وينسبوها له، وبتلقاه دائما هو في دور هو المسؤول وهو يعني يكون الابن قام بالتصرف والاب نسب الحير. ودائما ده الشخص ليس القائد وانما المدير، اللي هو داير الاشياء كلها تنسب له، انه هو عمل كده وهو عمل الحكايه دي وتعرف وتقدمه. دي واحده من الاشياء. بعد ده خلاص بيحصل له نوع من التضخم بتاع الذات، وصل الحته العاليه دي صعب جدا ينزل، محتاجين ننزل بالتدريج انه والله رايك شنو عملنا الحكايه دي. او ندير الحوار. ودائما بتبقى مرات الحوار حتى في الاسره اللي هو شكل الجلسه. أيوة. لو كان في زول قاعد خلاص هو ده المين او ده الزول الرئيس، الاخرين اقل منه، بتدي شكل من اشكال الاحباط للاخرين. لكن لو بقت شكل دائري، كل زول في مكانه هو المسؤول، بتكون شكل من اشكال الحوار اللي انت ممكن تديره وتتبادل هذه الاشياء. نعم، حنواصل لسه في موضوع اليوم انماط الشخصيه وطرق التعامل معها والشخصية وتغيراتها وتحولاتها وتغيراتها السلوكية الممكن تحدث مع الظروف البيئية اللي عايش فيها. حنواصل إن شاء الله برنامج بصراحة أكثر بعد فاصل قصير. أهلا ومرحبا من جديد مشاهدينا في كل مكان، بنتواصل معكم برنامجنا اليوم ونتكلم عن أنماط الشخصية وكيفية التعامل معها. أنماط الشخصية كثيرة جدا ومتعددة ومختلفة، ولكن لكل شخصية ولكل نمط شخصية عنده مفتاح للتعامل
معه عشان العلاقات الإنسانية وعلاقات الصداقة والجيرة والأسرة وغيرها تصل لبر الأمان وما يكون في احتكاك. أحيانا في شخصيات بكون متفق عليها والله إنه الشخصيات دي مرهقة أو مزعجة أو كذا، ولكن بيكون في آلية وطريقة معينة للتعامل معه. ومعايا الدكاترة داخل الاستوديو للتفسير كثير من الشخصيات دي وتوضيح كيفية التعامل معها. نجي كمان لمحور مهم دكتورة أسماء، في إنه اختيار شريك الحياة بناء على أنماط الشخصية دي. يعني شخصية عنيدة تختار شخصية عنيدة، وشخصية انفعالية تختار شخصية خشنة مثلا أو قاسية المتردد. يعني كيف بعد كده بيكون النسبة والتناسب في الاختيار؟ هو طبعا يعني الشخصيات المتشابهة إلا إذا كانت شخصيات يعني فيها حاجة إيجابية ممكن تمشي مع بعض، لكن المتشابهة مثلا عنيدة مع العنيدة فالموضوع بيبقى صعب شوية، بدي الانفجار. لكن أنا أفتكر إنه الناس يعني كلما قضت زمن مع بعض وفهمت بعض أكثر بيكون يعني بيعبر بالناس لبر الأمان، لأنه كثير من الناس يعني أو في البداية ما بتعرف المشكلة وين لحد ما تجي تقعي فيها. صحيح. بعدك تبقى في المشكلة الكبيرة والحل الأصعب. عشان كده التريث يعني في اتخاذ القرار بيكون حاجة مهمة جدا. وتعرف الزول من جوانب مختلفة بطرق مختلفة عشان ما يعني تظهر هي ذاتها تخيلي، ولا من موقف ولا من موقفين يعني. ايوه تظهر من مواقف كثيره ومن الناس اللي حواليه برضه الزول ممكن يعرف يعني. فالزول بالضروره يعني يدرس الشخصيه بكافه اتجاهه من جهات مختلفه ومن ناس مختلفين عشان يقدر يقرر صح. لكن اذا هما الاثنين بنفس الطبع تبقى مشكله، او هو يتغير عشان يقدر يتماشى مع الطرف الثاني. دي ممكن تحصل وممكن ما تحصل. ممكن تحصل وممكن ما تحصل، ممكن تقدر عليها وممكن تفشل يعني. صحيح. بروف. طيب بالنسبة للاختيار لشريك الحياة بتخش فيها حياة كثيرة جدا. بتبقى الفلسفة في إنه هم اختاروا بعض ليه؟ ما مرات أحيانا الفتى يختار الفتاة مثلا من أجل المال ومن أجل كده ومن أجل كده، أو هي تختار من أجل المال وهكذا. بتبقى وعدين فترة الخطوبة أو الخطبة معروفة إنه كل طرف بيحاول يصهر أفضل ما عنده. صحيح. للآخر. ويحاول دائما يغطي الجوانب السالبة في شخصيته، لكن مهم جدا إنه الطرفين يعرفوا تماما إنه الحياة دي ما حاجة وردية وليست أحلام وليست خيال هم بيتخيلوه، فيها مشكلات كيف يتجاوزوا هذه المشكلات، وده ما يسمى الآن بالإرشاد الزواجي. كثير جدا من الأحداث بتاعت الطلاق اللي بتحصل بيكونوا اثنين يتقابلوا وبعد ذاك يصهروا على حقيقتهم بعد الزواج، إما الزوج يصهر بصورة إنه التملك أصبحت هي ملكه، أو الزوجة تصهر بمصهر في إنه والله يا أخي الجوانب بتاع الطلبات الجوانب بتاعت الحديث. مهم جدا انه كل واحد فيهم يعرف شخصية الثاني ومتطلباته. زي الكلام الجميل قلناه انه مهم جدا انه اي زوج يدرك تماما انه لما يمشي البيت يكون عنده استعداد في انه المرأة تتكلم، يعني طبيعتها انها تتكلم. وهي يكون عارفة تماما انه طبيعة الرجل انه ما بيتكلم كثير، يعني ما تمشي تقول له انت انا بتكلم اليوم كله انت مالك ما بتتكلم انت بتجاهلني، لا هو ما بيجاهلها لكن دي طبيعته كده. وهو برضو ما يقول لا والله انت كلامك كثير، يعني لانه طبيعته انها الانثى انها كلامها كثير. مهم جدا في الحته دي. ايضا مساله الراي والراي الاخر، يعني هي شراكه وبالتالي الشركه دي يبقوا هم شريكين فيها، ما في سهم اعلى من سهم ثاني. ايضا مهم جدا اخت رشا، احيانا المجتمع نفسه، المجتمع بيلعب دور كبير جدا احيانا في اختيار شريك الحياه. يعني بيصور مثلا، يعني هسه كثير من الشباب يقول لك والله يا اخي اختاروا لي. بيختاروا لك ده انت ما عارف ان هم مواصفاتك وانت ما قعدت معاها، بعدين تيجي تتفاجئ او هي يكون اختاروا لها اهلها او كده، مدوهم مساحه في انه هم من الاول يضعوا الخطه بتاعتهم ويكون عندهم اسلوب معين اذا حصلت اشكاليه. او احيانا المجتمع يعقد من المشكله، هي تمشي تحكي لصاحباتها وبالتالي يزيدوا من المشكله، او هو يحكي لاصحابه وكل زول بيديه راي. عشان كده دائما اي خلاف بعد ما خلاص هم حددوا حياتهم ومشوا يكون داخل النطاق بتاع الاسره بينهم الزوجين، بتتحل كثير جدا من المشكلات. صحيح. والكلمه الطيبه
ودائما واحد فيهم ينزل للثاني. طبعا احنا بنجي مشحونين دائما المره بتكون هي بتنزل لا بيجوا مشحونين انه والله يا اخي ما بعرف داري اعمل ليك واضح له الكديسه وهو يقول لك ما بعرف خط السرقه. بيجوا الاثنين مهيئين في انه كل زول داري يسيطر على الاخر. لكن لو جوا الاثنين خاشين بانه والله دي شركه والاثنين احنا اصحاب هذه الشركه نقعد نرتبها عندنا مشكلات نقولها في داخلنا. نحن مرات المجتمع السوداني ذاته عنده تفاصيل يلاقي زول من الصباح مالك والله وشك ده ما عجبني تقوم تحكي له والله حصل وحصل وحصل يقوم هو يتبرع يديك شكل من اشكال الحلول. أيوة. هي كمان تمشي لصاحباتها يقولوا لها وعمل ليك وعمل ليك وما تعملي له يدوها جزء من المشاكل ليست مشاكل لحل لكن وانما غنابل موقوته وبالتالي يصبحوا الاثنين معبئين فجاه يحصل شكل من اشكال الانفجار. لذلك الحياه الزوجيه مهم جدا انه الشخصيه اللي انت بتتعرف عليها هي ليست الشخصيه المثال. دائما نحن ندي الشخصيه النموذج والشخصيه المثال حتى لو كانوا الاثنين زي متعلمين في النهايه هم بشر عندهم احاسيس عندهم مشاعر كل زول يراعي احاسيس الاخر يراعي مشاعر الاخر. نعم جميل. احيانا دكتور برضو في تغييرات بتحصل في المجتمع مثلا بتاثر ممكن على الشخصيه او على الشكل العام للمجتمع ككل. لو تكلمنا عن الراهن عندنا هنا في السودان والراهن السياسي ونجاح الثوره وما حصل اثناء الثوره وبعد الثوره برضو يعني فخلت تحسي انه في نمط كده جدك في المكان اللي انت عايزه صح بتلقي في شكل واحد للشخصيه متفق عليه او ظاهر في الشارع السوداني كله. لا هو من يعني احنا يعني كنا كلنا كده كنا شعب سلبي لانه قبل الثوره كان الناس بيقول لك ها يعني حتعمل شنو. أيوة صحيح. لو اتكلمت لو احتجتها يعني حتعمل شنو ما يعني كانوا ناس سلبيين فجاه كده بيقوا يعني بقت ايجابيه فجاه فغيرت صحيح فهسه هي ممكن يعني هسه الناس كلها ممكن تبقى يعني ايجابيه وتغير كمان غيرنا في البلد عشان نغير بقيه الاشياء كمان الزول يبقى ايجابي يعني نحن كمان ممكن بعد المفروض نتغير يعني عشان الامور تمشي مع بعض وتبقى ظابطه مع بعض. انت غيرت الوضع السياسي المفروض تغير الوضع الاجتماعي. الوضع الاجتماعي ده ما بيتغير الا اذا نحن اتغيرنا لانه هسه كثير من المشاكل والازمات نحن السبب فيها يعني سواء كانت الزحمه بتاعت المواصلات سواء كانت يعني الازمات اللي في السلع او التموينيه ولا في الحاجات دي كلها نحن سبب فيها. واحده من الحاجات اللي اكتسب الشعب السوداني اللي هو الانانيه يعني الان هي سلعه تموينيه بتطلع من المصنع ما غاليه لكن لما تصل للمواطن بتصل غاليه جدا. في ناس في النص يعني بتكسبوا منها لحد ما تصل للمواطن. فيبقى نحن المشكله ما المشكله في تجي في الشارع ممكن واحد عشان هو مستعجل الناس كلها مستعجله يكون هو يقوم يجي عامل له يعني يجي خاش غلط يقوم يوقف الحركه تحصل مشكله فدي واحده من الاشكاليات اللي هو احنا او واحده يعني من ممكن تكون هي الشخصيات السلبيه الكثيره اللي اكتسبناها يعني اكتسبنا الانانيه واكتسبنا يعني حاجات كثيره سلبيه اكتسبناها. دي التغيرات اللي حصلت في المجتمع اللي هي اثرت على ممكن تكون مترابطه مع الوضع الاقتصادي الحاصل واثرت على سلوكيات بعض الناس. هي طبعا في سلوكيات ثابته للناس من عمرهم من زمان لكن احنا يعني لو هو حديثنا عن نمط الشخصيه او الشخصيه ممكن هي تتغير مع ظروف المجتمعيه. هو انت ما قلنا ما شفت البني ادم بتغير مع المجتمع يعني ما في زول قاعد يجيب في حتته. وهم الان يعني التغيير حصل لانه الناس حست انها واقفه في حته واحده فتره طويله. فعلى مستوى الفردي برضه هو لما يحس واقف في حته واحده فتره طويله برضه بيبدا يتغير يعني. فحقيقه يعني الناس بتحتاج انها تفكر في نفسها هي بالاول او تفكر انها كيف تتغير وتواكب الوضع الاول. الحياه ماشيه التطورات بتاعت الحياه ماشيه سريع جدا. فواحده من الـ يعني الـ الـ الاشياء يعني الناس المفروض تمشي عليها اللي هو تحاول دائما يعني يكون في ثبات يكون في او شغل جماعي يعني. أيوة. التفاعل مع الاخرين الاحساس بالناس الثانيين دي كلها حاجات بتخلي الزول يعني يبدا يتغير. طيب بنفس المحور يا دكتور لو حصلت اي تغيرات مجتمعيه في المجتمع سياسيه اقتصاديه ايا كان على مستويات المختلفه في سلوكيات بتظهر بتوضح في صفات شخصيه بتتغير في شخصيات بتكون ثابته هي بنفس نمطها
فبدينا تفسير. طبعا مهم جدا دائما اي تغيير يجب ان يكون تغيير ايجابي ما يكون سلبي. يعني ما مبرر انه والله انه في ضائقه اقتصاديه تصهر الانانيه، يصهر القش، يصهر السرقه، تصهر كذا الاحتيال. دي واحده من الاشكالات. لما قال دكتور اسماء الان حدث شكل من اشكال التغيير، يجب خلينا المجتمع نفسه انه يتغير ايجابيا، يبقى في شكل من اشكال التعاون، في شكل من اشكال انك انت حبك للاخر وقبولك للاخر وتحب الخير للاخرين ومساعدتك للاخرين، دائما يكون تغييرنا تغيير ايجابي ما يكون التغيير سالب. ودي مهمه جدا، بتبقى الثقافه بتاعت المجتمع، التنشئه بتاعت الاسره نفسها. يعني التبرير دائما مشكله، يعني كثير من الاسر يبرروا لك مثلا كثير من السلوكيات السالبه، يقول لك والله ما الحاله ضايقه والوضع الاقتصادي، يبقى انت ما تبرر للجانب السالب. وإن كان هنالك ضائقة اقتصادية، خلينا نمشي في الجانب الإيجابي، نزيد من الإنتاج. إذا كانت في إشكالية مثلا الآن أزمة بتاعت مواصلات، يكون التغيير الإيجابي مثلا فض الظهر. خلينا نمشي دائما، التغيير هو المطلوب، دائما التغير يمشي نحو الإيجابي. أي تغيير سلبي ده انتكاسة وردة وتبقى واحدة من الإشكالات. وخلينا نقول والله بأمانة، أحيانا نحن دائما بنعلي من قيمة الزاد بصورة أعلى. يعني مثلا يقول لك نحن السودانيين احسن ناس، ونحن السودانيين الزين، ونحن الافضل. اوكي، نحن عشان نكون الافضل خلينا دائما نمشي في الجوانب الايجابيه، ونتحدث عن السلبيات، والسلبيات دي كيف نتجاوزها ونمشي لقدام. ايضا مهم جدا في الجانب ده قبول الاخر. ما خلاص الان التغير حدث والثوره حدثت، يبقى محتاجين ما بعد الثوره في انه انا اقبل الاخر ده باي شكل من الاشكال، سواء كان الجانب الفكري، سواء كان الجانب الايديولوجي، سواء كان الجانب السياسي، نتعاون من اجل الوطن الكبير. لكن بتبقى الاشكاليه لو انه والله حقي وحقك، اصلا ما حنتقدم. ودي واحده من اشكالاتنا الان، اللي محتاج انه الناس يقودوا ثوره تصحيحيه في مفاهيم كثيره جدا، في انه والله السودان ده حقنا كلنا، الوطن ده حقنا كلنا. عشان نمشي بالوطن ده ونعبر، لابد انه الايادي كلها تشيل مع بعض. اي يد قلت من الاخرى معناته حصل نوع من عدم التوازن. يبقى مهم جدا انه هذه المفاهيم تصبح هي قيم بتلعب فيها الثقافه بتاعت المجتمع، الاجهزه بتاعت الاعلام، المؤسسات التربويه، سواء كانت المدارس، الجامعات، المساجد، حتى الدور بتاعت الانديه، النشاط الثقافي. ده كل هذا مجمل هذا الحراك هو الذي يقود الى التغيير الايجابي. غير كده حيكون التغيير سلبي، بتبقى فيها انانيه، بتبقى فيها حب الذات، وكل زول نفسي، وده بيدينا واحده من الاشكالات الظاهره جدا. وبتبقى شكل من اشكال نمط الشخصيه الانانيه اللي عاوزه تتكسب، يعني مثلا دون مراعاه مصالح الاخرين، وانما تعلي من مصلحتها الشخصيه والذاتيه. نعم. طيب، في بعض الصفات ممكن تيجي للشعوب كامله يا بروف، دي قابلتك يقول لك والله الشعب السوداني ده كذا، الشعب المصري مثلا شعب كذا، بتلقى لك انه في صفتين، اذا كان سلبيه او ايجابيه بتطلق على شعب كامل. هل يعني الوصف ده ممكن يكون صحيح سليم؟ والله خلينا يعني نقول هي نسبيه. يعني مثلا الان ما اقدر اقول والله مثلا الكرم في كل الشعب، لكن هي نسبه وبتبقى لانه الثقافه، او كلما كانت الثقافات فيها نوع من التمازج، فيها نوع من الانصهار في بوتقه واحده، كلما كان النسيج الاجتماعي مترابط، كلما ظهرت هذه السمات وكانت هي السمات القالبه. يعني مثلا الان اي واحد في الدول العربيه لما يتكلم عن السودان يقول لك الشعب السوداني الامانه. والامانه لانه ثقافه من الثقافات اللي كانت موجوده عند كل مكونات الشعب السوداني، مثلا الامانه والصدق والعمل والتفاني. لكن لما تجي الان تاخذها مثلا داخل السودان، مثلا قيمه العمل، معروف السوداني انه مثلا برر السودان بيشتغل وبينتج ويمكن ان يؤتمن على كثير من الاشياء. تجي هنا قيمه الانتاج، بتلقى الناس والله بيسكعوا مثلا اثناء ساعات العمل، بتلقى ناس. وهنا المبرر الجميل انا بتكلم عنه يقول لك والله يا اخي بدوني كم، او ما هي كم ما مكفيه. يبقى اذا خلينا نقول والله هي مساله نسبيه، لا نستطيع ان نقول شعبي من الشعوب مثلا كلهم كذا، لكن اللي بتصهر او القالب اللي بيصهر بنسبه من النسب، ودي حسب الوضع وحسب الظروف. احيانا تصهر في السطح، واحيانا تختفي هذه السمات وهذه الصفات، خاصه فيما يتعلق بالجماعات والمجتمع والثقافه والتنقل من مكان الى مكان، الريف غير الحضر، البيئه نفسها بتلعب دور كبير جدا
في هذه الأشياء. مرات بالمناسبة يعني ممكن البيئة تأثر في الناس، البيئة من ناحية المناخ يعني. يعني مثلا الأوروبيين دائما بيمتازوا بالبرود، ليه؟ الناس الواقفين في يعني الواقعين على خط الاستواء والمناطق الحارة دائما هم ناس يعني تلقاهم شوية فيهم نوع من الحماقة وفيهم نوع من يعني السرعة وعدم الصبر وكده. فبرضه دي المناخ بيأثر يعني في طبيعة الناس، والبيئة عموما بتأثر يعني في طبيعة الناس. فعشان كده مرات بتلقي شعب كامل يعني بيكون عنده صفة كده. ومرات الفقر برضه بيأثر يعني، مثلا برضه في دول تلقي الفقر فيها أداه ميزة بقت هي، وهكذا. بالمقابل الغنى برضه او الطبيعه احيانا، مقابل الغنى برضه الدول اللي يعني الوضع كويس برضه عندهم، والصناعيه الوحده والزراعيه عندها كده. فدي حاجات بتفرض يعني شويه يعني شخصيات او شخصيه لدوله كامله. ممكن لكن اسمى مرات العامل النفسي يعني، مثلا هسي في رمضان الناس يعني نفسيا كده انه صايم مثلا، سواء كان رمضان في الصيف او شيء، يقول لك احنا صايمين مزهينا، او يعني عندنا طبيعه كده مرات احنا دمنا حار وما بنقبل الحجاره يعني، مرات تنشف يعني. يعني احيانا يعني هسه كثير من الدول مثلا الجو فيها سخن بتلقى الناس بيتعاملوا بصوره بولايتي كده ومحترمين ويقدس على الشعب كثير من الدول الافريقيه، لكن احنا هنا مرات يعني تنشئتنا ذاتها منشئين الناس بانه خلي دمك حار وما تقبل الحجار وما تقبل كذا العنف يعني الثقافه نعم، والراجل ما بيبكي ودرايل وذي مرا، ويعني مرات الثقافه نفسها انا ما ده اقول وراثه، لكن كثير من الاشياء دي الثقافه نفسها بتكون مسيطر علينا. مهم جدا انه نعدل من هذه الاشياء بشكل من الاشكال، في انه هذه الثقافه والثقافة سهل جدا انك انت لكن كلام فيها. حديثك صحيح والدكتورة اسماء برضو تفسيرها ممكن يكون واقع. يعني لو اخذنا مجموعة من الناس وقاعدين في مكان جو فيه سخن جدا، سخانة يعني درجة الحرارة 40 وزيادة، ونفس المجموعة دي قاعدة لا في مكان تاني بتصحى بتلقى البحر قدامها ودرجة الحرارة كم 20، الجو لطيف، شجر البرتقال بهنا واليوسف بهنا والفضل في كل مكان. نعم هي بتأثر في المزاج طبعا، يعني هنا وهنا حيختلف يعني بتأثر في المزاج، حيمشي لسلوك يعني المزاج ده حاجة نسبية لوقت معين. يعني هسي في ناس هسي هنا مثلا في السودان في ناس بيمشوا الحدائق وبيمشوا الزهور، في ناس بيفتكروها انه والله يا اخي يقول لك شنو عليك الله ما عنده موضوع هاي وده عدم شغله، في زول كده بيكتب شعير وبيمشي البحر، يبقى مزاجه تربى على هذه الاشياء. لا لكن كلنا نفس الشخص السلوك بتكلم عن الطبع بتاع السودانيين كله. أيوة. فنفس السودانيين انا ما داري اثبت انه كل الناس اللي الان قاعدين بيمشوا الحديقه النباتيه وبيقعدوا بيرسموا ديل عاشوا في السودان كويس، لكن نحن لانه ربينا اولادنا ديل في انه دائما خليك دمك حار وخليك كده وما تقبل من هو صغير صح. ما تجيني والله انت لو تبكي او اخذ حقك بيدك ده حتى لما يمشي الشارع بعدين لو في زول ساكت صدمه اول حاجه بينزل ويضاربه كده. يعني في نفس البيئه ما دارين نبرر نقول الله يخلي انه حجونا سخون يجيب انه مزاجنا هو طبعا حاجة. لا ما هو ما تبرير، لكن هو يعني اصلا معروف وأسر. المزاج بيأثر على المزاج بالتأكيد. والمزاج بيبقى بعدك بيبقى صفه لكل الشعب. البرود البرود بيبقى يعني الجو البارد بيخلي الناس مزاجهم رايق، وبعدها دي بتبقى حاجه يعني زي الطبع يعني. بعدين انت قبل قلت انه في رمضان الزول يقول لك دنيا رمضان مزه، في نفس الوقت في ناس يقول لك يا اخي صلي على النبي الدنيا رمضان. أيوة فوت الحاجه دي. ايوه خلينا نقول والله نزل التغير المناخي الحدث ده حتى الصيف بتاعنا بيجي من الصيف السخون شديد. أيوة. والشتاء بتاعنا ما عاد هو الشتاء يعني معتدل، لكن نقول جاني في انه والله المزاج ده نحاول نحسنه ونحاول نتغلب على البيئه ونصنع البيئه دي نحن من حولنا، ونخلي الجو دائما فيه هذه الجوانب الورديه والجوانب الطبيعيه، لانه اولادنا ذي لو نشاناهم على الجانب ده حيقوموا هم نفسهم بنفس الطريقه فيهم الحماقه، فيهم الانانيه، فيهم العنف الزايد، فيهم انه داري ياخذ حقه بيده. دي الان واحده من الاشكالات اللي بدات تظهر، انه كل زول تاخذ حقك بيدك، يعني حكايه المسامحه وتاخذ حقك بالجوانب القانونيه اصبحت ضعيفه جدا خاصه في الاونه الاخيره. والله كمان بنفس الغدر يعني هسه الجيل الجديد والشباب القايبين دي يعني متعاونين وشويه كده عندهم يعني ايجابيه وناس عندهم طموح،
ففي حاجات كثيره برضه جميله بدات تظهر يعني. تكوني قابلتيه في العمل العمل التطوعي او عمل بيتطلب انه يكون في صفات زي دي؟ ايوه والله اليوم دي شغالين شغل كويس يعني، حتى بالنسبه للشغل اللي هسه شغل الغلاوه الحاجات اللي بنتكلم عنها قبل شويه، هم جابوا فكره بتاعت الاسواق انهم يجيبوا الحاجات من المصانع للمواطنين مباشره، ودي يعني قفلت جاب كبير جدا. واللي هم نحن بنتكلم في الصفات اللي ممكن تكون هي سلبيه وتاثر على العلاقات عشان يصلوا للشباب زي بتتكلم عنهم ديل، عشان يكونوا هم شباب ايجابيين ومبادرين ومتفاعلين مع القضايا عموما. طبعا واحده من الحاجات المحتاج لها يعني المحتاجين لها الناس هم اللي هم التقدير والاحساس، يعني الدوله يعني تشتغل في شغل يعني تعمل حاجه تقدر الناس، تديهم احساس بانه ده وطنكم وانتم المفروض تشتغلوا وكده، فدي الحاجه بتشجع الناس انهم هم يشتغلوا يبدوا يتغيروا يعني. ان شاء الله بنتمنى كده. الشخصيه البارده دي يا جماعه ما تكلمنا عنها، يعني قدامك شخصيه بارده وفي مشكله حاصله وانت بتكون منفعل جدا وما في رد فعل من الطرف الاخر يعني. واحده من اشكالات الشخصيه البارده انه اصلا ما له مشكلته مما نشأت ما نشأ عنده هو المشاركة يعني ما بيشارك، حتى لو رجعت كده لتاريخه في البيت وناس البيت يعني دي واحدة من الأشياء المهمة جدا ينتبهوا لها، بيكون ماله يقول لك والله يا أخي أصل ولد من هو صغير يعني هو كده بعيد وما بتاع مشاكل وبيفتكر إنه زول كويس يعني وما مسالم جدا، وأي حاجة نحن بنقول له وبيقول حاضر، وكمان مرات يقول لك ده أحسن إخوانه احسن اخوان بمعنى شنو، انه اي حاجه بنقول له بيعملها وبينفذها وما عنده اي مشاكل ولا حتى يبقى العكس، انه الزول زي ده ما زول ايجابي لانه بعدين كيف حيواجه الحياه. مهم جدا انه من الاول نساله ونخليه يشارك ورينا رايك. احيانا في البدايه مثلا يقول لك والله يا اخي اللي بتعمله اعمله، لا مش اللي بتعمله اعمله، ورينا انت رايك شنو، عاوز تلبس شنو، خلينا نبدا مثلا من الملابس، يقول لك والله يا اخي لا انت اختار، بعد شوية نشركه في البيت، خليه دائما يكون هو مسار اهتمام كل الناس في البيت ديل، هو جزء منه حسب بأنه هو جزء، بالتالي حيعبر عن رأيه. هو سالب وبارد لأنه أصلا يقول لك والله الباب اللي بيجيب الريح، طبعا عندنا مثال سيئة جدا، الباب اللي بيجيب الريح سد ويستريح. أنت ما ممكن تعمل له نملة وتعمل وتستفيد من الريح دي وتولد منها كهرباء وتمشي كده لقدام يعني، مش نسده، خليه الزول ده حتى عنده الافكار البسيطه دي نحاول نطورها ونحاول نشركه في هذا الجانب. بتيجي تلقاه الاسوء انه بعدين لما يكبروا ويكونوا زوجين، يعني مرات الزوج يقول لك والله يا اخي زوجته دي بارده برود انجليزي مثلا، ما بتعمل اي حاجه، في ناس بيشتغلون والله حاجه مريحه جدا، حاجه متعبه جدا. او لو بقى العكس الزوج بارد يقول لك والله ده زوجي مطيع ولابساه مثلا خاتم، لا نحن الخاتم ده دارين له خاتم واسع شويه وفيه حركه، خليه يكون عنده حيويه عشان يكونوا الاثنين هم يعني ايجابيين ويمشوا كيف يتفاعلوا ينجبوا ابناء وهكذا. في العمل الزول البارد بتلقاه ما محبوب يعني بين الناس، بتلقاه دائما منزوي، لذلك الشخصيه البارده او الشخصيه الانطوائيه اللي بعيده من المجتمع احيانا قد تجعل نوع من الاشكالات في الوسط اللي هي موجوده فيهم. يتعاملوا معه كيف عشان يتحرك؟ يشركوه طبعا كل ما كان هو في مراحل دنيا او صغير سهل جدا انه يعالج، يشركوه يكون عنده حاجاته يعبر عن ارائه، نديه بعض الموضوعات يعمله هو، لو كان كبير يعني يقوم بادواره المفترض يقوم بها، ما في زول يقوم له بحاجاته، حتى انه هو يبقى جزء من المجتمع، لان المجتمع ده هو عباره عن حلقه متكامله. اي خلل في جزء من جزئياته بيؤثر سواء كان على مستوى البيت، سواء كان على مستوى العمل، سواء كان على مستوى المجتمع الكبير، وبعد شويه بيصبح هو كانما هو شخص منبوس ويشعر بانه والله هو ما عنده دور في الجماعه او في المجتمع اللي هو موجود فيه. هو طبعا واحده من الحاجات اللي بتساعد في التغيير برضه مستوى الوعي، يعني مستوى مستوى الوعي عند الزول بيعاني من المشكله وعند الناس نفسهم، يعني الاسره مرات ما بتكون واعيه بالحاصل لاولادها، فعشان كده المشاكل بتستمر. والوعي ده ما يعني ما هو تعليم، يعني انت ممكن يكون الزول بروف وممكن يكون استاذ وممكن يكون اي حاجه، لكن يكون هو ما مدرك او ما واعي للحاجه اللي بتحصل، او ما واعي حتى هو لنفسه، حتى يعني شخصيته هو ذاته ممكن يكون ما واعي له، هو شخصيه مثلا ديكتاتوريه يكون ما واعي لانه هو زول ديكتاتوري رغم انه هو زول متعلم ومثقف كده. فدي برضه واحده من الاشكاليات. يعني حل المشكله ما في حل انه الا الشخص نفسه يوعى للمشكله او للصفه اللي هي دي واحده من الحياه المهمه جدا.
ومحتاج من الناس الواعيين بالمشاكل يقوموا يساعدوا الناس الثانيين يعني الاقل وعيا. فدي واحده من الحلول المتكامله ممكن يعني تكون. طيب يا بروف، متى نقول على الشخصيه دي انه هي شخصيه مريضه؟ يعني لما نمط الشخصيه ده يزيد عن حده مثلا، او يظهر بشكل صارخ، او يتوغل فيه اكثر، غير الشخصيه السيكوباتيه اللي انت ذكرتها. الشخصيه هي، لما نقول شخصيه مريضه، بعدها بدات تظهر اعراض مرضية معروفة يمكن أن تشخص، يمكن أن تعالج بأي مستوى من المستويات، من الإرشاد إلى العلاج بالعقاقير. ودي بتكون معروفة يعني، أو هي أصبحت فيها ممكن يكون أضرار على الشخص نفسه أو على المجتمع. ومهم جدا أنه في هذا الوقت أنه أن يكون هنالك تدخل علاج، لأنه أصبح هذا السلوك الظاهر سلوك مرضي غير سليم. ودي واضحة جدا ما بين السواء واللا سواء، انه سلوك غير سوي، والكل يلاحظ هذا السلوك، مثلا زي السرقة، زي العناد الشديد، زي بعض الاشياء اللي ممكن تؤذي الشخص ويتعدى اذاه سواء كان له او للاخرين. هنا لابد من تدخل علاجي باشكال مختلفة، زي ما قلنا علاج نفسي، علاج يحتاج الى بعض احيانا العلاج نفسه يحتاج الى تنويم في المستشفيات، حفاظا على الشخص المريض او حفاظا على المجتمع منه. لا بد من انه يتم التدخل من قبل الاسره ومن قبل المؤسسات المسؤوله في انه يتم علاج، وبالتالي يشفى ويصبح هو جزء من المجتمع، يتفاعل مع المجتمع والمجتمع يتفاعل معه. دكتور اسماء، برضه يعني مثلا زي الشخصيه الانفعاليه دي ممكن تصل حد نقول عليه والله انه الشخص ده اصبح مريض محتاج لتدخل طبي مثلا، يعني في حد معين الانماط دي المفروض ما تتجاوزها بعد كده بنصنف انه مريض؟ والله طبعا هو بتصنف انه مريض لما هو خلاص يبقى مشكله، يعني المشكله عنده ده خلاص تبقى بيعاني منها هو، بيعاني منها المجتمع اللي حوله، فدي تبقى هنا مشكله. لو اصلا هو في البدايه الناس ممكن توجهه، ممكن تساعده، لكن اذا الحاجه مشت بقت مشكله كبيره فبالضروره طبعا بيحتاج التدخل الطبي، وده بيحتاج طبعا برضه معامله خاصه يعني اللي بتبدا اجراءات بتاعه العلاج دي، من انك انت تمشي المرشد نفسي في البدايه، بعد ذاك لما تصعب الا الاطباء طبعا الاسره توديه يعني، ولا هو يمشي ده لو هو مقتنع انه هو مريض؟ هو بعد ذاك طبعا لازم الاسره تساعده، لازم عشان الحاله يعني ما تقوم عشان تزيد تبقى اصعب منها بعدين. كل ما كان المرض او المشكله يعني عند الزول هو صغير بيتعالج اسرع مما لما يكبر. حتى الامراض النفسيه عموما يعني كل ما كان الزول صغير يعني هي لما تتعقد ما بتتعالج ثاني. يعني مثلا على سبيل المثال في ناس النوم شيء طبيعي، انه الانسان ينوم مثلا. ايوه. بيبدا انه والله يقول لك والله ولدنا ده بقى ينوم كثير. يبقى النوم هنا اصبح نوم مرضي، لانه ليس النوم المعتاد، بقى يؤثر على الدراسه بتاعته، يؤثر على ناس البيت، يؤثر على انه يترك العمل بعد شويه يوصل من الوظيفه، وده على سبيل المثال يعني. وهكذا يعني الناس البيت مهم جدا انه الاسره تلاحظ انه هذا السلوك الذي بدا يظهر هو سلوك غير طبيعي وغير مقبول، بمعنى انه يسبب مشكله للشخص نفسه ويسبب للاسره، لانه بعد شويه نام كثير، النوم بقى زايد عن حده، معناته في مؤشرات قد يكون في مرض عضوي، مؤشر قد يكون مرض عضوي، قد يكون والله هو يتعاطى بعض الاشياء، وبالتالي حيفقد كثير من الاشياء، يعني حيفقد الوظيفه بتاعته، حيفقد التعليم بتاعه، ممكن بعد شويه تتحول لسرقه، تحتاج الى يبقى ادمان، وهكذا. يبقى مهم جدا الملاحظه، لذلك الاشياء الما طبيعيه بتبدا بالملاحظه، انه والله نلاحظ انه هنالك سلوك وان كان بسيط ما طبيعي، وكلما لحقناه في البدايه سهل جدا انه يتعالج، كلما تركناه وتراكمت الحكايه بيبقى يتعقد العلاج بتاعه، ياخذ فتره زمنيه اكثر، وبياخذ حتى جانب مادي اكثر، واحيانا يصبح هو وصمه للاسره نفسها. ودي كثير من الاشكالات، انه الاسره تحاول تغطغط الاشياء لحد ما تصل مرحله تحصل الانفجار، وبعد ذاك يصعب جدا انه علاجه وياخذ فتره اطول. كل ما يمشي الزمن ما لمصلحته. هو واحده من الاشكالات برضو، الناس بيفتكروا انه الزول لما يمشي يطلب المساعده النفسيه يعني زي كانها وصمه كده، او هو عنده مرض نفسي دي كانها حاجه عار كده يعني. فدي واحده من الاشكاليات اللي بتخلي الناس مع انه الناس وعت شويه الناس في بدا الرجال الجديده بدات وبدا الناس وعوا فعلا. دي بتخلي الناس الزول يتناسى الموضوع يتجاوزه لحد ما يتعقد ويبقى بعد ذاك يعني اصعب.
في حين انه يعني لما تطلب التخدم مثل الارشاد النفسي مثلا هي دي يعني ما علاج بالادويه، دي بسموه علاج معرفي. العلاج المعرفي ده هو بيوعوك بالمشكله بتاعتك، يعني انت تعرف المشكله بتاعتك وبعد ذاك بتحلها. فاي مشكله بقول لك عندها حل، ما في مشكله ما عندها حل، بس انت بتكون ما شايف الحل، ممكن يكون الحل قريب منك لكن انت ما شايفه. ففي الارشاد النفسي بيوعوك بالمشكله وبعد ذاك انت بتقدر تساعد نفسك. فدي واحده من الحاجات المهمه في الان برضو واحده من الاشياء المتوفره، يعني الحمد لله انه المقاييس يعني كل نمط من انماط الشخصيه دي في مقاييس موجوده، ممكن اي مرشد نفسي او اي معالج نفسي يمشي له الانسان. في كل المؤسسات العلاجيه النفسيه موجوده، في المؤسسات التعليميه موجوده، حتى على مستوى النت الان موجوده. وانت ممكن انا بمشي له بمشكلتي يعني، ولا المرشد النفسي هو يعرف المشكله ونبدا في القياس؟ طبعا المرشد النفسي ده ما بيعرف الحكايه دي الا بيعرفوها ناس البيت، يعني كده مهم جدا انه الاسره مهم، الاسره مهم جدا انه حتى للتاريخ الشخصي. أيوة. طبعا الان في ظل الظروف الضاغطه والحياه الضاغطه احيانا الاسره بتكتشف كثير من الاشياء في وقت متاخر، لانه بنلقى الوالدين الاثنين بيعملوا او ناس البيت كلهم ما عادت هنالك الصينيه اللي بتجمع الناس ويلاحظوا الاشياء، وكل ولد او كل بيت قاعده وقافله غرفته عندها، وكل زوج بيشتكوا انه والله عالم الدنيا براهو، عالم براهو. يبقى الاسره مهم جدا انها تهتم بافراد الاسره، على الاقل في الاسبوع يجلس لهم جلسه يشوف والله اللي تغير شنو، حتى انه يكتشفوا هذه الاشياء. يمشوا الان الحمد لله المكاتب بتاعت الارشاد النفسي كثيره جدا، زي ما قال الدكتور اسماء، يعني الزول اللي بيمشي لمكتب الارشاد النفسي ده ما انسان مريض. يعني احيانا انت ماشي يساعدوك في انه والله يا اخي تطور من ذاتك، تكتشف بعض الاشياء الايجابيه الموجوده عندك، تكتشف بعض المشكلات السلبيه وتعاليه، وده شيء طبيعي جدا. الان بقى موجود انه الزول يمشي ويقابل، زمان الزول اللي بيشوفوه ساكت في عياده نفسيه ناس الحله ثاني ما بيسلموا عليه. صحيح. بيفتكروه مجنون او يعني حتى الناس اللي كان بيقروا علم نفس بيعتبروه كده ناس بيقروا الكفو والاشياء. الان في كثير جدا من افرع علم النفس، افرع زي علم النفس الايجابي والصحه النفسيه، تساعد الناس في انه حياتهم تكون حياه ايجابيه وفيها نوع من التطور. واي زول بيحتاج لها، يعني الدائر يتعلم محتاج انه يقيسوا المستوى الذكاء بتاعه، يا مستوى يمشي له. الدائرين يخطبوا بعض يتزوجوا بيمشوا للارشاد الزواجي عشان يوروهم انه والله كيف حياتنا الزوجيه تبتدي. المسنين محتاجين انه نحن نوريهم انه كيف يتعاملوا معاهم الناس، اذا عنده زول كبير في البيت يتعامل معاه. الحالات بتاعت الطلاق، حتى انه الانسان يتجاوز هذه المرحله ويبدا حياه جديده. يبقى في كل لحظه من اللحظات بنحتاج للارشاد النفسي وللجوانب النفسيه. وبنقول دائما الارشاد دائما سابق للعلاج. العلاج ده مرحله متطوره، بعد ما خلاص اذا ما بالارشاد يتعالج ممكن يمشي للعلاج. وهنا ده واحده من الحاجات اللي بيقولوها الناس المعالجين النفسيين، دائما بيقول لك تعالوا لنا قبل ما يجيبوكم لنا. الزول لما يمشي هو بنفسه بيكون مشى بدري شديد، وبكون العلاج بيتم سريع، لكن لما يجيبوك بتبقى الموضوع خلاص ده اللي وصل الاطباء، ويبقى الموضوع صعب شويه. في نمط من انماط الشخصيه ما في امل انه يعدل سلوكه مثلا اذا كان سلبي، ولا كلهم ممكن بالعمل الجماعي يكون في تغيير؟ والله هو اي شخصيه بتتغير، يعني اي انسان يعني بتتغير، كله في امل انه يحصل. طيب كلهم في أمل يعني في نمط من انماط الشخصيه بتنصح انه مثلا يبعدوا عنه، يبعدوا عنه افضل مثلا؟ لا طبعا، المفروض تساعد يعني. ما في زول يبعد كلهم يتم مساعدتهم يعني. لكن لا، الانسان بيتغير عموما، بس كل ما كان الزول عنده الرغبه بيبقى افضل. يعني بيتغير اسرع، ويعني التغيير بيكون سريع واثره واضح. وكل ما الزول عاند واستمر الامور بتتعقد. بتتعقد مع مرور الزمن. ايوه. نفس المحور يا طبعا بتبقى الاشكاليه الا اذا كان الانسان وصل لمرض انه ممكن يؤذي نفسه ويؤذي الاخرين، هنا دي مرحله متقدمه. يعني مرحله متقدمه انه يودوه لمكان بتاع علاج ويتم تنويمه ويبعدوه حتى من افراد الاسره، لانه احيانا هو ما بنلومه، لانه ممكن هو تحت تاثير حاجة معينة ممكن يصل لمرحلة ممكن الانتحار أو يؤدي إلى القتل للآخرين وأقرب الناس هو ممكن يقتلهم. عشان كده مهم جدا إنه ليه هو وللآخرين إنه هنا نبعده ونوديه للأماكن العلاجية، ودي مهمة الأسرة. عشان كده نصيحتنا نقول إنه أي أسرة إذا في زول مريض زي ده، يعني للأسف بيأخروا الأشياء
لحد ما تتعقد ويصعب حلها. لو كان ممكن يتعالج في شهر أو شهرين، هنا حيتعالج في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، وبالتالي حيكلف الأسرة الكثير، وهو نفسه حيكلفه الكثير، وتبقى هي الوصمة الخايفين منها الآن هما وقعوا فيها. بس ومرات في إشكال إنه برضو ما بده الأطباء يقوموا يودوا مثلا للشيخ ولا شدوا، لأن في النهاية يقول لك ده علاج دكاترة. يعني علاج شيوخ، علاج دكاترة ما علاج شيوخ. فدي برضه واحدة من الإشكالات اللي بتخلي المشكلة تتعقد، مع إنه في النهاية في البداية ممكن يكون هو مرض بسيط، يعني مجرد اكتئاب عادي أو مجرد يعني مرض بسيط جدا كان ممكن يتعالج. العلاج في الأول بيكون سهل سهل جدا، لكن لما يتطور بيبقى صعب. طيب دكتورة، في مهارات نحن نقدر نقيم ونقوم بها الأنماطية أو السلبيات ممكن تكون في الأنماط أو الذات نفسها، بحيث إنه الشخصية تكون هي إيجابية وشخصية مفيدة في المجتمع وليست خصم؟ طبعا المهارات بالنسبة للناس اللي بيعالجوا طبعا المهارات لي أنا نفسي يعني برضو بحتاجها، المهارة الشخصية. أيوة. ومرات الزول ممكن يكون هو محتاج المهارات الشخصية. المهارات الشخصية دي يعني انت بالنسبة لك لو كان عندك الرغبة انك تتغير، فمن المهارات انك بس اللي هو تبدأ تشتغل على نفسك وتستمر، اللي هو الإرادة والرغبة، دي واحدة من الحاجات المهمة جدا في في التغيير. الرغبة والإرادة. الرغبة والإرادة. بالنسبة للمرشد النفسي والاختصاص النفسي برضه. الاختصاص طبعا هو بيكون حسب الحالة، هو ضروري يكون طبعا مؤهل وعنده الإمكانات اللي بتخليه انه هو يغير في الشخصيات او يعالج الناس. دي حاجة مفرغ منها، لأنه هو بيكون متخصص في علاج. بعدك لما يجي يعالج الشخصيات طبعا كل ما عرف النمط، النمط يعني بتتخذ معه طريق مختلف، يعني الطريقة اللي بتعالج بها والشخصية السلبية ما بكون هو نفس الطريقة اللي بتعالج بها والشخصية الدكتاتورية مثلا وهكذا. نعم بروف. نعم زي ما تفضل دكتور أسمى ذكرت أنه المعالج النفسي هو إنسان مختص ومؤهل ومدرب ومزود بمقاييس علمية تستطيع أنه من خلالها يحدد نمط الشخصية المعين والإشكالية وين، وبعد ذلك حيبدأ يتعامل معها التعامل الإيجابي. بس واحدة من الأشياء المهمة جدا أنه الناس دائما بيستعجلوا النتائج، بيفتكروا أنه والله يا أخي المعالج النفسي ده من جلسة واحدة كأنما عنده عصا موسى أو عنده علاج سحري طوال يديك العلاج ده وانت بتبقى كويس، ما زيه زي الامراض الثانيه، بالذات الامراض النفسيه لانها هي اشياء متراكمه. لكن اي شخصيه الان يمكن الناس انه كل ما كانت بدري كل ما تم علاجها. ايضا مهم جدا التعاون ما بين الاسره وما بين المعالج النفسي والمجتمع، يعني كثير جدا من الاشياء المهمه جدا انه البيئه الاجتماعيه هي بيئه محفزه ومساعده للإنسان في أنه يتعالج. أيضا برضو المراعاة خاصة للناس اللي بتعاطوا العقاقير أنه يأخذوها في الزمن المناسب وفي بالجرعة المناسبة التي يحددها الطبيب والمتابعة. لأنه أحيانا الناس بيفتكروا أنه والله أول ما أخذ العلاج خلاص هو بقى كويس، ما بيمشي يتابع تاني، لأنه بعد العلاج فيما يسمى التأهيل. يعني الإنسان بعد ما يعالجوه من الحاجة المعينة اللي هو كان بيعاني منها محتاج لأنه نأهله مرة أخرى ويدمج حتى إنه ما ينتكس، لأنه الانتكاسة صعبة جدا وما يرجع للحاجة اللي كان بيعاني منها. أيضا التعامل الإيجابي، يعني دائما أنا بقول إنه كثير من الناس إنه دائما أقرأ الأشياء الإيجابية والتمارين والتدريب، يعني الإنسان براه ما بيعالج نفسه، يعني اللي ما في دور يقرأ عن المرض بتاعه يشخص نفسه ويعالجه دي بتدخله في مشكلات. مهم جدا وسط الجماعة أو مع الجماعة الإنسان ما ينعزل تماما عن الجماعة. المناشط التدريبية والكورسات التدريبية الناس اللي بيعملوها الآن لتطوير الذات وبناء القدرات وكذا دي مهمة جدا. كل ما الإنسان طور نفسه وطور ذاته كل ما كان هو إنسان إيجابي ويشعر بجوانب إيجابية وفيها إضافة له للآخرين. يعني ما صعب إنه أنا كشخص ممكن أكون ما دارس وما متعمقة في مجال علم النفس أكتسب لي مهارات أقدر أحاول أوازن بها بحيث إنه أتجاوز بعض الصفات ممكن تكون هي سلبية وأكون شخص مفيد. بالتأكيد. ومهم جدا دائما بنبدأ من التربية. يعني الأم اللي بتربي بتزرع كثير جدا من القيم والسلوكيات في هؤلاء الأبناء، وكون دي المرحلة أو الحاضنة الأولية. بعدها يمشي مثلا لمرحلة رياض الأطفال، ثم ينتقل إلى المؤسسات التعليمية إلى آخره. حتى لو ما متعلم يبقى الأم هي في البيت تحاول انه هذا الناشئ او هذا الطفل
تحاول تديه الجوانب الإيجابية. يعني ليس بالضرورة أنه كل الناس يكونوا قارين علم نفس أو والآن أصبحت كثير جدا من الأشياء هي موجودة، وعلم النفس بحمد الله أنه دخل في كل التخصصات في كل كثير من المسميات وبقى موجود. الإعلام نفسه الآن هو يربي معانا، يعدل من السلوكيات، الوسائط تعدل من السلوكيات، وكل الأشياء دي موجودة ومنشورة في الميديا. لكن لما يكون الوسائط العلاجية ما بننصح بأنه الإنسان يأخذها من الميديا، لأنه المعالج النفسي أنت لما تقعد معه هو الذي يشخص الحالة والحوجة لنوعية العلاج المحدد. نعم. برسالة أخيرة دكتورة أسماء. والله احنا بنقول يعني اي زول بيعاني من مشكله ما يخجل انه هو عنده مشكله، وطوال يبدا في انه يتغير. وفي الحقيقه اي مشكله مهما كانت صعبه بتتغير، بس بتحتاج بدل الانسان اللي هو الرغبه والاراده، وفي النهايه حيصل لنتيجه مشرفه جدا ان شاء الله باذن الله. بروف رساله اخيره. رساله اخيره، كل زول يعلم من قيمه شخصيته من خلال الرغبة والإرادة والاستزادة والتعلم وتقوى الله سبحانه وتعالى. دي البدعين الإنسان كثير جدا، وما في زول في أي لحظة من اللحظات يفتكر إنه هو كامل، الكمال لله وحده. إذا حس بأي إشكالية من الإشكالات ممكن يستشير أقرب الأقربين له إلى أن يصل إلى الجهة الاختصاص التي ممكن تساعده في العلاج. نعم، شكرا لكم كثير بروف رشيد البيري اختصاصي علم النفس، وشكرا لك كثير دكتور أسماء جمعة أخصائي اجتماعي ومرشد نفسي، وكنا يعني بنسبح في أنماط الشخصيات ممكن نحن نقابلها ونلاقيها في حياتنا. وأعتقد أنه نحتاج لبعض الدبلوماسية ووضع بعض الحدود والخطوط في التعامل مع كثير بعد ما نستوعب الشخصية قدامنا، عشان العلاقات تصل يعني أو تكون هي في بر الأمان دائما، بعيد من الاحتكاكات أو بعض الخلافات الممكن هي تكون. إن شاء الله موضوعات مختلفة في برنامج بصراحة، كتير انتظرونا الأسبوع المقبل. في أمان.